السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم هاجر حسن فرقة رابعة. ان شاء الله النهاردة هنشرح العمل بتاع السي ان اس، وهو ان شاء الله يبقى سهل وبسيط، والحمد لله اخر عملي في سنة تانية واخر عملي في الاكاديمية كله. يلا بسم الله نبدأ. قبل ما نبدأ عاوزين ندعي لزمايلنا، ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم في الفردوس الاعلى من الجنة. وعاوزة يعني اوصيكم وصية، وانتوا في الكلية استغلوا وقت ما انتوا في الكلية في ان انتوا تحفظوا القرآن، لانكم بعد ما تتخرجوا وتشتغلوا وتشتغلوا اكيد هتتجوزوا، ده كله هيشغلكم عن الحاجة دي، فانتوا تحفظوا من دلوقتي القرآن، وبعد التخرج والجواز والحاجات دي يبقى مراجعة للقرآن، فاستغلوا بجد الوقت ده. يعني انتوا باين ان احنا مثلا مشغولين في المذاكرة والكلام ده، بس هو لا، هيبقى الوقت ده انت لوحدك يعني، او انت لوحدك تقدري انت تحفظي وتقدري تفضي وقت لنفسك. وفعلا القرآن بيدي بركة في الوقت، بيدي بركة كمان في المذاكرة، بيخليك تعرف تركز، يعني من ضمن اسباب التركيز فعلا تبقى حفظ القرآن الكريم، بيدي كمان قدرة على استيعاب المعلومة، يعني هو بجد ليه فايدة كبيرة جدا. قبل ما تذاكروا احفظوا مثلا شوية، مثلا لو بتاخدوا مثلا صفحة في المرة قبل المذاكرة كده ايتين بس، هتلاقوا والله حتى الحفظ بقى سهل معاكم، هتلاقوا كمان ان المذاكرة بتسهل جدا. لو عاوزين مثلا، طبعا الاونلاين ما سابش حاجه، في شيوخ اونلاين كتير طبعا، معلمات للبنات وشيوخ للولاد، والمعلمات كويسين جدا، في اصلا دو تحفيز كتير قوي يعني على النت يعني. وفي طبعا كمان انتشر موضوع التفسير والحاجات دي، برضو عندكم دكتور احمد عبد المنعم يعني بجد جميل جدا جدا في التفسير، تفسير القرآن. لو عاوزين مثلا تدبر قرآن، هو اصلا دكتور احمد عبد المنعم يعني التفسير بتاعه يعتبر التدبر اصلا، يعني هو بيفسر في وقت طويل. لو عاوزين تدبر القرآن في عندكم مهندس فاضل سليمان، تحفة بجد. في برضو حاجة كانت ساعدتني جدا في الحفظ، ان انتوا مثلا دلوقتي انا خدت صفحه، لما تفسروا الصفحه دي بتلاقوا نفسكم هتحفظوها بسهوله اكتر. في بتاع ده اسمه ايه، فهمني القران، قناه على تليجرام وبرده موجوده على اليوتيوب اسمها فهمني القران، شيخ اسمه عماد احمد، ده جميله جدا يعني، هي الصفحه تقريبا بيشرحها في 10 دقائق، شرح مبسط، وبيوريك بس المعاني يعني، اللي هو مش بيخش في التفاصيل، وساعات بيقول برضو الايه دي نزلت ليه، فده بيسهل قوي ربط الايات كمان، وبيسهل سهوله بيسهل حفظ الايات قوي، فده برضو ممكن تسمعوه. وبرضه اسمعوا تدبر والتفسير بتاع مهندس دكتور احمد عبد المنعم، بس ده بياخد وقت شويه يعني، انا قصدي لو عاوزين تنجزوا فانتوا عندكم اللي هي قناه فهمني القران، جميله جدا. بس دي كانت وصيتي ليكم. يلا بسم الله نبدأ. بسم الله، اللهم انا استعنا بك فاعنا. هناخد ايه بقى السلايد اللي عندنا؟ احنا عندنا يعتبر السي ان اس كله، هناخد كل حاجه فيه طبعا، بس هو يعتبر كتير، بس هو والله بسيط جدا، وفي حاجات عندكم معلهاش كومنت اصلا يعني، عليكم بس تعرفوا اسم الشريحه الصبغه والحاجات دي. اول حاجه هناخد من فوق لتحت اللي هي مين، هناخد اول حاجه اللي هي السيريبرال كورتكس. طبعا انتوا عارفين البرين بيتكون من حاجتين، بيتكون من بره الكورتكس ومن جوه المظله اللي هي كورتكس اللي هي الجري ماتر، طب المظله اللي هي الوايت ماتر، فاحنا هناخد بس ايه الكورتكس يعني اللي هي بتتكون من 6 طبقات وهناخدها دلوقتي. تاني حاجه هناخدها السيربيلم، هناخد بقى السيربيلم بيتكون من ايه بالظبط. بعد كده هناخد مين بقى، البرين ستيم كله، هناخد الميبرين والبونز المظله. عاوز بس يعني اكد عليكم في حته معينه بس، في الميبرين، احنا عارفين ان هو بيتكون من قدام حاجه اسمها سيريبرال بدانكل، ورا في حاجه اسمها كوليكولاي، الكوليكولاي دي اللي هي كور يعني، كور موجوده ورا كده، في عندنا سوبير كوليكولاي اتنين كده جنب بعض فوق، وفي كمان ايه انفيرو كوليكولاي موجودين جنب بعض تحت، دول مهمين هيفيدونا في الايه ده، في الميبرين، في سوبير كوليكولاي وانفيرو كوليكولاي، دول برضو خدتوها ده كله من الاناتومي. بعد كده البونز اللي هو من قدام بيز بونتس، وفاتح من ورا على مين، على الفورس فينتركل، هنا اللي هو الايه الفتحه اللي هو الفينتركل اللي هو الايه المثلث اللي هنا ده كده، تمام. ده كده البونز. بعد كده اللي بعده مين، المظله. احنا عارفين ان المظله فيها ايه جزئين، الجزء اللي تحت اللي هو متصل مع السباينال كورد بنسميها كلوزد مظله، مقفوله يعني مش مفتوحه، وفيها سنترال كانال زي السباينال كورد بالظبط. طب الجزء اللي فوق ده بنسميه اوبند مظله، طب ليه اوبند؟ لانه مفتوح برضو على الفورس فينتريك اللي هو المثلث ده كده زي البونز بالظبط، يبقى المظله الابر مظله اللي هو الاوبن مظله، والبونز الاثنين فاتحين على الفورس فينتريكل، وقلنا كلوزد مظله عامله زي السباينال كورد بالظبط، جواها
جواها بتاع ده هو سنترال كود، سنترال كان ايه. عاوزين بس ننبه في حته في الكلوزد مظله، الكلوزد مظله دي في حاجه اسمها ديكاستيشن. يعني ايه ديكاستيشن؟ يعني انا دلوقتي في فايبرز طالعه من تحت هنا كده بتروح معديه الناحيه الثانيه، من الناحيه الثانيه، وفي فايبرز طالعه من برده من تحت بس الناحيه يعني من الجسم الناحيه الثانيه تروح معديه كده. فالديكاستيشن بقى ده مكان التقاء الاثنين، الحته دي كده اسمها ديكاستيشن. تمام. ايه الديكاستيشن اللي بيحصل عندنا؟ فاكرين اول حاجه في عندنا موتور وفي سنسوري. موتور وسنسوري، ايه الموتور ده؟ البيراميدال تراكت والفايبرز طالعه راجعه طالعه نازله من فوق يعني كده، الفايبرز وهي نازله من المخ بتعمل ايه بقى؟ تروح رايح على المظله اوبلونجاتا. تعمل ايه بقى في المظله الاوبلونجاتا؟ تروح 80% من الفايبرز بتروح معديه الناحيه الثانيه، نازله من الناحيه اليمين بتعدي الناحيه الشمال، واللي نازله من الناحيه الشمال بتعدي الناحيه اليمين. فاتعمل عندنا حاجه اسمها موتور ديكاستيشن فين؟ في المظله. طب بتعمل عدي كده ليه؟ عشان هي عشان كده الجنب اليمين بيتحكم في الجنب الشمال، والجنب الشمال بيتحكم في الجنب اليمين بسبب الديكاستيشن اللي بيحصل ده. فين بيحصل؟ فين؟ في المظله اوبلونجاتا، في الكلوزد مظله. ده الموتور ديكاستيشن. طب عندنا في سنسوري ديكاستيشن؟ في سنسوري. لو فاكرين ان عندنا في كذا نوع من السنسيشنز، اهم حاجه في نوعين مهمين قوي عندنا اللي هما مين؟ الديب سنسيشنز والفاين تاتش. الديب سنسيشن والفاين تاتش دول مش مثلا مش بيعدوا مش بيعملوا كروس قدام السنترال كلام في السباينال كورد، لا هما بيعدوا في نفس نفس الناحيه في السباينال كورد، بعد كده يروحوا مطلعين على فين؟ يروحوا مطلعين برضو على المظله اوبلونجاتا. ماشي. يروحوا مطلعين على المظله اوبلونجاتا، هيروح على فين بقى في المظله الاوبلونجاتا؟ على الجراسيل والكونييت تيوبركلز، بيطلعوا فيهم بيعملوا ريلي فيهم، بعد كده يروحوا ايه معديين الناحيه الثانيه، معديين الناحيه الثانيه، او يعملوا ريلي في الجراسيل والكونييت نيوكلياي اللي هم موجودين في مظله الاوبلونجاتا من ورا، بيروحوا معديين الناحيه اليمين بتعدي الناحيه الشمال، والناحيه الشمال بتعدي الناحيه اليمين، فبيعملوا مع بعض ايه في النص كده ديكاستيشن. اسمه ايه؟ سنسوري ديكاستيشن. لان ده بتاع مين؟ بتاع الديب سنسيشنز والفاين تاتش. ده كانت مراجعه على موضوع الديكاستيشن اللي عندكم ده، عشان في برضو ايه حاجات عن الديكاستيشن ده. اللي بعده بقى مين؟ هناخد بقى السباينال كورد. السباينال كورد احنا كده خدنا مين؟ البرين ستيم. هناخد السباينال كورد. السباينال كورد عندنا 3 اجزاء، الجزء اللي فوق اللي هي السيرفايكل، بعد كده الثوراسيك اللي هم دول 8، دول 12، بعد كده فين تاني؟ هناخد كمان اللمبر، مش هناخد السكرال ولا الكوكسيزيه، اللي هم الثلاثه دول بس اللي هناخدهم ونفرق ما بينهم، ودول اهم اصلا من الحاجات اللي فوق دي يعتبر. بعد كده هناخد ايه تاني؟ كده خلصنا السنترال نيرفس سيستم. هناخد بقى حاجات من بريفرال نيرفس سيستم. هناخد ايه بقى؟ هناخد النيرف ترانك اللي هو النيرف العادي اللي هو اللي طالع من السباينال كورد بيروح على الايه اورجن، هناخد تركيبه عامل ازاي، وهناخد مين تاني؟ هناخد كمان بقى حاجات مختلفه، هناخد بقى حاجات في العين وحاجات في الودن، هناخد الاي بول، ناخد الريتنا، ناخد الكورنيا، هناخدهم دلوقتي ان شاء الله، وبعد كده هناخد الاير بينا اللي هي في الودن. يلا بسم الله نبدا بقى. هنبدا باول حاجه بالترتيب كده، هناخد من فوق لتحت بالترتيب. يلا بسم الله. اول حاجه خالص السيريبرال كورتكس. انتوا عارفين ان السيريبرال كورتكس اللي هي الايه؟ قشره المخ اللي هي الجري مطر اللي هي موجوده فوق اللي مغطيه الايه الراس. بتتكون من ايه بالظبط بقى؟ بتتكون من كام طبقه؟ بتتكون من 6 طبقات. اهو ادي الصوره بتاعتها، هي دي الصوره اللي عندكم، هي ما فيش صوره ليها كأصبي، بس الصوره دي كانت نازله كشكل توضيحي يعني، فاحنا نقولها سريعا لان هي اصلا ممكن ما تجيش في الامتحان، وده الاحتمال الاكبر لانها يعتبر اصلا مش عليكم يعني. بيتكون من كام طبقه؟ في عندنا بيتكون من 6 طبقات. اول حاجه موليكولار او اسمها بيكسي فورميليار، دي بيتكون جواها سيل اسمها ايه؟ سيل اوف كاجال. سيل اوف كاجال يبقى موليكولار، اللي هي جواها سيل اوف كاجال او هورزونتال سيل. تاني طبقه معانا اللي هي اوتر جرانيولار لير، اللي هي دي بتكون من كانها حبوب كده، عشان كده اسمها جرانيولار، جواها جرانيولار نيورونز اهي، اللي هو اسمها اوتر جرانيولار لير. بعد كده اوتر بيراميدال. اوتر بيراميدال لير دي جواها ايه؟ بيراميدال نيورونز اهو، دي بيراميدال نيورونز، ولكنها ايه؟ متوسطه يعني، ميدل سايز وسمول، ميدل وسمول بيراميدال نيورونز، دي اوتر بيراميدال لير. بعد كده في انر جرانيولر، احنا خدنا اوتر جرانيولر، هناخد بقى انر. احنا هنا على فكره من فوق لتحت، نخليه من بره لجوه انر جرانيولر. بعد كده اللي بعدها مين؟ انر بيراميدال. البيراميدال هنا مختلفه عنها ان هي بيراميدال سيلز، هنا نيورونز كبيره كبيره مش صغيره، بيراميدال نيورونز كبيره تمام، اللي هي دي كبيره، ما دي شايفين صغيره ازاي؟ لا ما دي كبيره جدا. اسمها ايه؟ اسمها انر بيراميدال. بعد خلصنا انر جرانيولر انر بيراميدال، اخر حاجه خالص بقى مالتي فورميليار. مالتي فورميليار دي جواها بقى نيورونز من اشكال مختلفه، يعني عندكم فيزي فورم، عندكم ستلايت، اي حاجه بقى استليت ولا ايه كده يعني.
ده كده ايه يبقى كده السيربرال كورتكس، قلنا عندنا من 5 طبقات، اللي بره واللي جوه، اللي بحرف الاثنين بحرف ام، او اللي بره خالص اسمها ايه موليكولار لير، بعد كده الناحيه جوه دي اسمها ايه مالتي فورم لير، لانها بتكون من ايه من يعتبر بولي فورم اشكال متعدده يعني من النيورونز يعني. بعد كده في ايه تاني بعد الموليكولار؟ في جرانيولار اوتر طبعا، بعد كده بيراميدال، اوتر بيراميدال، اوتر جرانيولار، اوتر بيراميدال، بعد كده الناحيه جوه بقى خلصنا الاوتر جرانيولار اوتر بيراميدال، يبقى خلاص في انر جرانيولار انر بيراميدال، وقلنا طبعا ايه الاثنين الناحيه بره بحرف الام. ده كده السيربرال كورتكس، عدوها يعني، يعني اعرفوها كده وخلاص. اي نفس الصوره اهوت شايفين، هي اصلا صوره ملهاش ملامح قوي يعني، مش شبه اي صوره هناخدها اصلا. تاني حاجه بقى مين؟ السيربيلم. السيربيلم زي ما انتم عارفين اهو، السيربيلم بيتكون من ايه اصلا؟ بيتكون من 2 سيربيلم، سيربيلر هيمسفيرز، يعني من شقين من السيربيلم ومتصلين بالنص بحاجه اسمها ميديوم فيرمز. ميديوم فيرمز بيتكون من 2 سيربيلر هيمسفيرز جويند باي ميديوم فيرمز من النص، يعني انتوا عارفين بقى شكله يعني بالاناتومي. يعني احنا عاوزين بقى نعرف، هنشوف نعرفه ازاي بالهيستولوجي. اول حاجه للشريحه من بره شايفين شكل الشجره اصلا، يعني هو شجره. من جوه بيكون من ايه؟ من جوه بيكون من فوليا، يعني السيربيلا حاسمه سيربيلا فوليا، يعني ايه اللي هي عامله زي اوراق الشجر كده، هوريكم صورتها هنا احسن. ادي السيربيلا فوليا اهي، اللي هي عامله زي اوراق الشجر، ادي هي تبقى دي واضحه اكتر، اوراق الشجر اهوت، اوراق شجر. طب السيربيلا فوليا دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجتين، كورتكس سيربيلا كورتكس ومظله. الكورتكس اللي بره اللي هي الغامقه دي هناخد بقى تركيبها بالظبط، بيكون من ايه؟ اللي هو بتبقى اوتر جراي ماتر وانر وايت ماتر. اوتر جراي ماتر اللي هي السيريبيلار كورتكس، وانر وايت ماتر اللي هي البيضه دي، دي بتبقى مضله. بصوره تانية هي اصلا هي عباره السيريبيلا عباره عن شجر اصلا، ادي هو دي يعتبر برضو كده، بس هي مش واضحه قوي، دي يعتبر اهي ثواني اللي هي الغامقه اللي هي كده مثلا كده، دي كده اللي هي السيربيلر كورتكس او اللي هي الاوتر كورتكس الجري مطر يعني، واللي جوه الابيض ده ايه؟ ده الانر مضله اللي هو الوايت مطر. في كمان جوه المضله حاجه اسمها ديب نيوكليوي جوه المضله. يبقى ده اول كومنت في السيربيلر، احنا عارفين عرفنا بيتكون من ايه. بعد كده هنتكلم عن مين؟ على السيربيلر كورتكس ذات نفسها، بتتكون من كام طبقه؟ 3 طبقات. السيربرال كورتكس بيتكون من كام؟ 6 طبقات، انما دي لا بتتكون من 3 طبقات. هنشوفهم بقى، ادي نفس الحكايه دي اسمها سيربيلر فوليا، اللي هي يعني السيربيلر بيكون من سيربيلر فوليا. الفوليا دي يعني ورقه شجر، يعني كل ورقه شجر بتتكون من ايه؟ بتتكون من اللي هي الاوتر كورتكس اللي هي الجري ماتر اللي هي الجزء ده كده اهو، ده كده الجري ماتر اللي هو مش هقول لك عليها هنا كده. طب الانر مضله البيضه بقى، دي البيضه دي اسمها انر مضله اهو اللي هي الوايت ماتر، تمام. ده كده الجري ماتر، واللي جوه الابيض ايه؟ وايت ماتر. هنتكلم دلوقتي مين على الجري ماتر، وبتتكون من ايه الجري ماتر دي بقى اللي هي الكورتكس؟ يعني بتتكون من ايه بقى؟ بتتكون من 3 طبقات. الطبقه الاولانيه اسمها موليكولار لير زي الثانيه بالظبط. ثاني حاجه ثاني طبقه اسمها بركنجي سيل لير، بركنجي سيل لير. بعد كده اخر طبقه جرانيولار لير، يبقى موليكولار بركنجي سيل جرانيولار. طب بيتكون من ايه بقى الموليكولار دي؟ الموليكولار دي جواها اللي هي استلايت استليت سيلز وايه باسكت سيلز، يعني جواها استليت سيلز وباسكت سيلز، وجواها ايه فايبرز يعني مليانه اكزونز يعني كتير قوي، وهنشوفها دلوقتي هنعرفها ازاي يعني. تاني حاجه بركنجي سيل لير دي طبقه بتكون من بركنجي سيلز، اسمها هي السيلز اسمها بركنجي سيلز، وواضحه يعني عامله ازاي يعني تحسها عامله زي ايه، انا مش عارفه اوصف شكلها عامل ازاي، بس هي لها شكل معين يعني كده، اسمها بركنجي سيل لير. بعد كده اخر حاجه جرانيولار لير، دي بتكون من ايه؟ من جرانيولار نيورونز اهو، اللي هي صغيره نيورونز كده صغيره، ادي هو شوف الصوره التوضيحيه اللي عندكم. اول حاجه هو لك هنا ايه؟ دي البيه، البيه دي ايه؟ دي اللي تبع المننجيس اللي هي ناحيه جوه خالص، اللي هي الانر لير اوف مننجيس، بنسميها البيه اللي هي بتبقى فوق الاورجن على طول، فوق مثلا البرين على طول البيه. بعد كده في ايه تاني؟ في اللي هي الاركنويد، الاركنويد. بعد كده اخر حاجه خالص مين اللي اسمها ايه الاخيره خالص دي؟ المهم يعني دي اول حاجه. طب الاورجان لما نخش جوه بقى، اول طبقه من بره اللي هي موليكولار لير، جواها ايه؟ جواها عادي جدا نيورونز وخلاص، يعني مش شرط تقول اسم النيورونز. تاني لير معانا ايه؟ اسمها بركنجي سيل، شايفين اهوت، شوفوا الخلايا باينه ازاي، اللي هي الخلايا الكبيره دي كده اهي باينه واضحه عامله زي دي يعتبر، يعني اسمها بركنجي سيل لير. بعد كده اخر حاجه جرانيولار لير، دي محببه شايفين اهو، في حبه حبه حبه. طب دي يعني انا
مش مليانه خلايا اكتر ما هي مليانه فايبرز، شايفين هو ده ايه يعتبر ايه خلايا قليله، انما في فايبرز كتير، فايبرز كتير قوي، فايبرز طالعه من تحت يعني، طالعه مثلا من البريكنسيلير الدندرايت بتاعت البريكيدي سيلز، هي طالعه في طالعه فوق اهيت، هتلاقوه بتاعت الجرانيولز نفسها طالعه فوق، في خلايا في تحت من تحت اصلا خالص، دي نيوكلياي مطلعه فايبرز برضو بتروح طالعه فوق، فدي كده استرابيلر كورتكس كاونج من الحاجات دي. ادي اهوت نوريها لكم تاني اهي، اول حاجه دي بيه زي ما قلت لكم اللي هي اسمها الام حانيه تقريبا حاجه زي كده، محوطه الاورجان كامل، محوطه السيربيلوم كامل، بعد كده اللير من بره اللي هي موليكولر، موليكولر جواها ايه، جواها نيورونز عاديه، اهم حاجه جواها مليانه فايبرز. تاني لير معانا مين بقى، اللي هي الصغيره خالص دي وفيها خلايا باينه قوي اسمها بركنجيت لير. اخر طبقه معانا مين، جرانيولر لير محببه، وهو السيربيلوم هو واضح شكله واضح جدا يعني. يبقى كده خلصنا السيربيلوم. انا دلوقتي مجرد ما اشوف مثلا ايه، لو انا دلوقتي ده طبعا الاصبي يعني، ده شكل شريحه الاصبي، اول ما اشوفها من بره انا شفتها خلاص ده سيربيلوم، او تكتبوا تكتبوا يا جماعه سيربيلر فوليا. طب هيقولك بتتكون من ايه بقى، طبعا عندها هنقول ان هي ان السيربيلوم ان هي بيتكون من حاجتين، السيربيلر فوليا او السيربيلوم بيتكون من اوتر كورتكس اللي هو الجراي ماتر، والانر مظله الوايت ماتر، وفي دي نيوكليوي. ده كده اول ايه كومنت معانا. طب تاني كومنت هقول ان السيربيلر كورتكس لما بصيت عليها بقى تحت الميكروسكوب لقيتها بتتكون من كام لير، من 3 ليرز اللي هي موليكولار، بعد كده بتكنسل لير وجرانيولر لير، تمام. ودي بقى ايه ممكن تكتبوها ممكن تكتبوهاش عادي يعني، اهم حاجه الايه الكومنتين الاولانيين دول هم دول اهم حاجه. نفس الحكايه لما اشوفها دي برده بتاعت ايه الاصبي، دي بتاعت الداتا شو انا شايفاها اهوت، هي شجره انا شايفه شجره قدامي، هشوفها اقول ان هي دي سيربيلر فوليا او سيربيلم. السيربيلم بيتكون من ايه، بيتكون او سيربيلر فوليا بتتكون من ايه، بيتكون من حاجتين، اوتر جري ماتر انر وايت ماتر، وقلنا الاوتر جري ماتر اللي هي الكورتكس بتتكون من ايه، بتتكون من 3 طبقات. ممكن مثلا نقول الطبقه الاولانيه موليكولار مليانه اللي هو جواها اكزونز ودندريتك فايبرز، اللي طبعا الدندريتك فايبرز بتاعت البركنجي سيل تحتها، طب والاكزونز بتاعت ايه، بتاعت الجرانيولار مثلا سيلز، ومليانه ايه فيها نيرونز مثلا زي الاستليت والحاجات دي. بعد كده التانية طبقه بركنجي سيل لير، هي اسمها فيها بركنجي سيلز، بعد كده جرانيولار لير دي جواها جرانيولار نيرونز، ده نفس الحكايه برضو دي بتاعت ده شو برضو واضحه، لو شو لك عادي جري مطر، لو شو لك على الابيض اللي جوه ده يبقى وايت مطر، برضو دي بتاعت ده شو اهيت، قلنا دي بي اللي فوق اللي هي مش هيقول لك عادي اكيد يعني، ممكن يشاور لك على اللير مثلا يقول لك دي ايه، دي موليكولار لير. طب النص دي باين واضحه جدا اهوت، الخلايا الكبيره قوي دي هو مشاور عليها اهيت هنا، دي بركنجي سيل لير اهوت خلايا كبيره. طب الخلايا المحببه اللي هي دي كلها اسمها ايه، جرانيولار محببه، دي اسمها جرانيول ايلاندز مش مهمه اصلا يعني، دول اهم حاجه يعني، هي ايلاندز يعني ما بين النيورونز في حاجات فاضيه كده، شايفين الحاجات الفاضيه دي اسمها سيربيلر ايلاندز او جلوميرولاي. كده الحمد لله خلصنا مين السيربرا كورتكس، خلصنا مين السيربيلم. نخش على بعدها مين بقى، الميبرين. الميبرين اول حاجه خالص من ناحيه فوق في البرين ستيم، عندنا في الميبرين في ميبرين طبعا، برين ستيم كله في حاجات بالاتش اي وحاجات بالسيلفر، فاحنا مهم جدا الصبغه تكتبوها، وفي كمان ليفلز معينه. اول حاجه بالاتش اي انتوا شايفين هو شكلها زي الكرومبا يعني، عموما يعني ميبرين هو كرومبايه بس يعني بنج زي الكرومبايه، مش مهم التفاصيل زي الكرومبايه اهوت، وفي في النص فتحه، ايه الفتحه اللي في النص دي، الفتحه اللي في النص دي اسمها سيريبرال اكويدكت او اكويدكت اوف سيلفس، دي اللي هي اللي بيمشي فيها سي اس اف، فدي دي الفتحه اللي ماشيه في النص دي. طب الاتش اند اي اهو شايفين اهوت ايه كرومبايه، بعد كده بالسيلفر بقى، لا السيلفر هيختلف شويه، في عندنا ليفلز يعني، انا قطعه الميبرين عند ليفل معين، مش انا قلت لكم ان في ميبرين من ورا في كوليكولاي، الكوليكولاي يعني في سوبر كوليكولاي 2 وفي انفير كوليكولاي برضو 2 كده، فانا ممكن اقطع عند السوبر كوليكولاي دي، ممكن اقطع عند انفير كوليكولاي، لو قطعت عند السوبر كوليكولاي هيطلع لنا شكل اهو، لو قطعت عند الانفير كوليكولاي عشان اشوف الميبرين كده ترانزفيرز، ترانزفيرز سيكشن كده هيظهر لنا ايه الشكل ده. تعالوا بقى ايه ناخد واحد واحد ونشوف يعني نقول فيه في ايه، اهو اول حاجه ميبرين بالاتش ان دي شكله زي الكرومباي، بس اهو شكله زي الكرومباي. طب هم قالوا ان هو مش هيجي فيه كومنت، طب لو دلوقتي لو جه فيه كومنت اكتب نكتب ايه بالظبط فيه، اي حاجه تبع الاناتومي بقى يعني، تقولوا مثلا ان هو بيتكون من سيربرال اكوادكت، بيتكون من جواه سبستانشا نيجرا، جواه سوبر كولكولاي، انفير كولكولاي، اكتبوا اللي انتوا عاوزينه بقى. طبعا ايه تقول مثلا دي برده حاجه حلوه يعني واضحه هنا ان في النص سيربرال اكودكت، هي مش واضحه قوي بس هي في فتحه حاجه بيضه في النص كده ممكن تشوفوها، حاجه بيضه اهي كده البيضه دي هنا مثلا، ممكن ثواني
هنا مثلا اهوت الفتحات فعلا باينه اهي، الفتحات اللي في النص دي، دي الفتحات دي كلها اللي في النص، الفتحه اللي في النص دي استرابر اكودكت. يبقى ده ميمبرين شكله زي مين؟ الكرومبايه. ادي اهو الكرومبايه شايفين اهو كله كرومب اهوت، وفي في النص ايه فتحه. ده بقى ايه الميمبرين بقى الليفلز. في عندنا قلنا هيقطع عن سبيركل كولاي هنسميه سبيرو ليفل، هيقطع عن انفيرو كولاي هنسميه انفيرو ليفل. طب ازاي بقى نفرق السبيرو ليفل بانفيرو ليفل؟ طبعا ايه مهم جدا نعرف ان بس ده بالسيلفر، يعني مثلا لما اجي في الامتحان اكتب كده بالظبط، ده ميمبرين ده سبيرو ليفل والصبغه السيلفر سيلفر ستين، لازم اكتب كده ثلاثه لان بيبقى عليهم درجات يعني. حتى لو ما طلبش لازم نكتبها. اول حاجه شكله زي الكرومباي. هبص عليها الاقي بقى ايه، ادي دي السبيركل كولاي اهي، دي السبيركل كولاي الاثنين. هبص عليها الاقي في السيرفر اكودكت. السيرفر اكودكت هنا شكلها عامل ازاي؟ شكلها زي المفتاح، هي شايفين المفتاح يعتبر هي شكلها زي المفتاح كده. المفتاح لما نيجي نفتح مش نفتح لفوق، لو دي تعمل لفوق كده فهو نسكمها بكده، يبقى سبيرو ليفل مفتاح يعني لاننا بنفتح نفتح لفوق. طب اهوت ده شايفين اهو مفتاح اهوت كلها باينه اللي هي فيها مفتاح يعني. دي اوضح حاجه، دي بتاعت شغل، دي طبعا بتاعت المعمل، ولو شفتها في المعمل واضحه جدا والله يعني. هنا دول بعد كده في ايه تاني؟ هو الصوره بقيت الصوره اهي، هي شكل مفتاح بالظبط يعني، بس هي مش واضحه قوي بس هي شكل مفتاح والله يعني في المعمل يعني. يبقى كرومبايه والبتاع ده فيها شكل مفتاح. طب الانفيرو ليفل بقى اللي قطعته عن الانفيرو كولكولاي، ادي الانفيرو كولكولاي هي الكولكولاي الناحيتين دول. طب السيرفر اكودكت عامله ازاي؟ شكلها زي الدمعه، مش الدمعه بتنزل لتحت فهي انفيرو يعني، مفتاح بنفتحه لفوق طب الدمعه بتنزل لتحت، فدي انفيرو ليفل اهوت. ادي الدمعه اهو شايفين الدمعه اهيت، دي برده دمعه، دمعه اهي كله برده شكل الدمعه، كل الشرايح السيرفر اكودكت في الانفيرو ليفل شكل الدمعه. ادي اهو كله دمعه دمعه كله. واصلا هو الانفيرو ليفل ده تحسوه كده مش كرومبايه قوي، تحسوه تفاحه كده، تفاحه كده في نفسها برضو، دي حاجه مميزه ليها. بس اهم حاجه طبعا بنفرقها بالسيربر اكودكت. قلنا لو زنقنا في كومنت هنكتب ايه؟ هنكتب حاجات من الاناتومي زي ما احنا قلنا. ادي اهوت الصور اللي عندكم، قلنا هنعرف ميمبرين ازاي؟ هنعرفه ان هو شكله زي الكرومبايه. ادي كرومبايه اهي، كرومبايه جواها فتحه اللي هي السيربر اكودكت. طب ده الايه بالاتش ان دي، ما دام احمر كده اتش ان دي، لقيته بني لا ده كده مظبوط بالسيلفر، بس لازم افرق هل هو سوبيرو ليفل ولا انفيرو ليفل. السوبيرو ليفل او عند اللي هو مفتوح عند سوبيرو كوليكولاس، اللي هو مفتوح عند سوبيرو كوليكولاس قلنا قلنا ايه سوبيرو يعني ايه مفتاح، مفتاح بيفتح لفوق، هنلاقي الشكل اهوت عامل زي مفتاح يعني اهو، اهي دي واضحه جدا اهي عامله زي المفتاح اهو، تلاقيه عامل زي المفتاح، المفتاح اهو اللي هو ده السوبيرو ليفل. طب الانفيرو ليفل يعني الصوره مش الانفيرو ليفل بقى قلنا هنلاقيه هو قريب اكتر للكرومبايه اهي، اللي قصدي اللي اسمها ايه التفاحه يعني، اكتر من كرومبايه يعني قوي، ده كله يعتبر كرومب اهو، بس ده ايه دي تفاحية شوية. وقلنا السيرفر اكودكت عاملة زي الدمعة دي هنا برضو بس مش باينة، يبقى السيرفر اكودكت عاملة زي الدمعة في الانفيرو ليفل. قلنا الدمعة دي بتنزل لتحت فدي انفيرو، يبقى ده ميبرين انفيرو كوليكولاس او انفيرو ليفل مصبوغة بصبغة السيلفر. ده كومنت كامل مينفعش انا اسيب اي حاجة منها، لو اتزنقت هكتب ايه؟ هكتب الكومنت بتاع الميبرين اللي هو فيه عندنا سيرفر اكودكت، في عندنا حاجة اسمها سيرفر بدانكلز، في عندنا حاجة اسمها سبستانشا نيجرا، في حاجة اسمها ايه اللي ورا بقى خالص اللي هي مين، لو هو في سبيرو ليفل يبقى سبيرو كولكولاي، لو انفيرو ليفل انفيرو كولكولاي. يعني هو مش ده قوي بس اهم حاجه بس ايه اللي هو ده ميبرين ده ليفل كذا، ده صبغه كذا سيلفر طبعا اللي هي الليفلز تبعنا، لو الثانيه اتش ان دي. البونز بقى يعني حاجه البونز بقى او اسهل حاجه اصلا، البونز احنا عارفين ان هي فاتحه على الفورس فينتريكل، فهي فيها فتحه كده اهو عامله كده اهو عامله كده، ده حاجه مميزه جدا في البونز اللي هي فاتحه على ايه على الفورس فينتريكل. وادي البيز بونز قدام اهوت، ويعتبر فيه ديبريشن يعتبر قدام هنا كده، بس ما تاخدوش بيه يعني، احنا بس اهم حاجه ان هو فاتح على فورس فينتريكل من ورا. تاني حاجه مميزه قوي قوي فيه ان هو هتلاقوا مع البونز حته من السيربيلم، عاوز اوريها لكم شايفين الحته دي كده حته من السيربيلم. هنا برضو اعتقد هنا هدي كده او هنا يعني في حته من السيربيلم بتبقى واضحه قوي في المعمل يعني. هنا مثلا دي شايفين اهوت هنا ده دي طبعا بالسيلفر، في هو مفاتح من ورا على الفورس فينتريكل، شايفين الحته اللي هي داخله جوه هنا دي كده، دي برضو حته من السيربيلم بتبقى برضو شكلها
عشان انا بس ايه يعني، انا عارفين العمي ده اصلا تالت مرة، تالت سنة شرحه على التوالي يعني، شرحته لدفعتنا في السنة بتاعتنا، وبعد كده شرحته السنة اللي فاتت، ودي تالت سنة، فانا فاكراها جدا من المعمل قوي. دي فعلا عاملة كده كده، لو في المعمل، لو شفتها في المعمل عاملة اللي هو شكل ايه استرابيلا فعلا يعني، اللي هي الحتة اللي داخلة جوه دي، وهي عاملة زي القفل جوه المفتاح يعني، مفتاح جوه القفل يعني. إيه بدل بونز اهم حاجه فاتح على الايه، على الفورس فينتريكل. تاني حاجه ان هو في حته من السيربيلم سواء اتش ان دي او سيلفر. ادي هو اول حاجه ناخدها بالاتش ان دي، ادي اهوت البونز اهو فاتح على السيربيلم من ورا، هي الحته الفاتحه اللي فوق دي ورا دي، او فاتح على السيربيلم دي باين اهوت شكل البيز بونتس من قدام، وادي حته السيربيلم اهي، وهنا ادي حته السيربيلم اهي، وادي حته السيربيلم اهي، وفاتح على ايه، ما فاتح من هنا كده على مين، على الفورس فينتريكل، وادي من قدام بيز بونتس، كله نفس الشكل، كله نفس الحاجه، كله في حته من الايه، من السيربيلم. لو مثلا زقت في الكومنت هكتب ايه، هكتب ان هو بيكون من قدام هو بيز بونتس، طب من ورا فاتح على الفورس فينتركل. بس يعني اهو دي، اهو دي حته ال، اسمها دي طبعا حته برضه اهي، دي حته السيربيلم، ودي من هنا كده فاتح على الفورس فينتركل، ادي دي بيز بونتس من قدام اهو، هي عامله فعلا زي القبه كده، ده كده الايه بال اتش ان دي. طب البونز بالسيلفر برضو نفس الحكايه، فاتح برضو على الفورس فينتريكل كده اهوت، بس هي بتبقى الشريحه اكبر شويه، وفي اهم حاجه حاجه داخله جوه كده، زي حاجه داخله زي المفتاح في القفل يعني، ده مفتاح داخل في القفل اهوت بتاعه، ايه الحاجه اللي داخله دي، حته اصلا من استربيلم، وبتبان في المعمل قوي ان هي فيها ايه زي ما قلت لكم كده يعني، حاجات عامله كده، تبقى عامله كده، عامله زي الدوده كده يعني، هي عامله زي الدوده فعلا. فهي دي ايه، دي كده الحته من السيربيلم، وادي ال بتاع ده البونز فاتح على الفورس فينتركل، يبقى دي ايه بونز بالسيلفر، نفس الصوره هي عرفوها ان هي مفتاح جوه القفل، هنا برضو مفتاح جوه القفل اهو، ادي هو بونز بال اتش ان دي، وبونز بالسيلفر ال اتش ان دي اهوت ايه فاتحه هو باينه واضحه، واضحه قوي وفيها حته من السيربيلم نعرفها من الحاجات دي. طب بالسيلفر بقى، لا بالسيلفر تلاقيها برضو يعتبر فاتحه اهي، وداخل جواها حته من السيربيلم برضو عامله زي المفتاح جوه القفل. ده كده البونز خلصناه. اللي بعده بقى مين، المظله وبلونجات. المظله بقى دي اللي ايه فيها كذا حاجه، واحنا شرحناها شويه منها في الاول. اول حاجه قلنا في جزئين من المظله، في جزء اوبن جزء كلوز. الجزء الاوبن اللي هو ناحيه فوق، ناحيه اللي فاتح على الفورس فينتريكل زي البونز بالظبط. الاوبن اهوت، شكل الاوبن اهوت، في عاملين عامل شكله زي القلب كده، طب شكله زي القلب وفاتح على مين، فاتح على او مثلا قلبه زي الفراشه فاتح على الفورس فينتريكل، سواء بقى الاوبن اهو او سواء الكلوز اهو، الاثنين اهوت فاتحين على الفورس فينتريكل من الناحيه دي كده، او من الناحيه دي عامل زي القلب او زي الفراشه كده. ومفهومش اهم حاجه سنترال كانال. طب الكلوز بقى، لا الكلوز ده يعتبر اهوت عامل زي القلب شويه او بيضاوي شويه، هو عامل زي بيضاوي كده شويه. اهم حاجه هتلاحظوها فيه ان هو فيه في النص نقطه، النقطه دي مين، اللي هي سنترال كانال، فاتحه بيضه في النص، هي سنترال كانال. طبعا دي مش واضحه قوي لانها صوره، بس بان قوي في هوريكم الصور يعني دلوقتي، باينه جدا. تمام، ده الايه، ده طبعا ده بال اتش اند اي. الكلوز بقى ده بال اتش اند اي. طب الكلوز بالسيلفر باين عامل ازاي، السيلفر قالك لا احنا هنقسمه تو ليفلز، ليفل عند الموتور ديكاستيشن، ليفل عند سنسور ديكاستيشن. اول حاجه سنسور ديكاستيشن، لان هو ايه من ناحيه فوق اكتر يعني. سنسور ديكاستيشن زي ما احنا قلنا بيحصل ديكاستيشن ازاي، قالك اللي هو الديب سنسيشن والفاين تاتش، اللي الفايبرز بتاعتها بتروح معديه الناحيه الثانيه، ان الرايت بيروح للليفت والليفت بيروح للرايت مثلا. فدلوقتي بيتجمعوا في نص ايه، في ديكاستيشن ده، فده احنا عملنا له صوره. السنسوري ديكاستيشن اهوت تبع كلوز مظله، يبقى خلاص هيبقى تلاقيه في ايه، في سنترال كانال في النص فاتحه بيضه في النص هنا كده، فتحه بيضه في النص، انا خبيتها اهيت، فتحه بيضه في النص. دي اول حاجه. وليه يعني عامل زي شكل ده، شكل دي بس بالفتحه بلونه سيلفر يعني، السنتر ديكاستيشن عامل زي ده قريب اكتر ايه للشكل ده. طب الموتور ديكاستيشن بقى، الموتور ديكاستيشن هتلاقيه برضه فتحه في النص، وهتلاقي كمان ايه شكل مميز جدا جدا، شكل الشجره، وهنشوفه دلوقتي شكله حلو جدا وواضح قوي وسهل قوي انتوا تعرفوه. اول حاجه هناخد الاوبن مظله اللي هي ناحيه فوق، الفتحه على مين، على الفورس فينتريكل، قلنا شكلها ايه عامله زي القلب او زي الفراشه، ادي هي اللي هو الفراشه اهي فاتحه من ورا هنا كده، من ورا على الفورس فينتريكل من هنا كده، مفيش اي سنترال كانال فيها، مفيش اي نقطه في النص فيها، ما عندهاش اي سنترال كانال.
لو مثلا اتزنقت بقى في المظله هكتب ايه بقى؟ هكتب ده فيه بيراميدز، هتلاقي فيه اوليف، هتلاقي فيه، هتلاقي فتح على ال... هتلاقي مثلا اوبن مظله فاتحه على الفورس فينتريكل، اكتب براحتي اي حاجه من اناتومي. يبقى ده ايه؟ دي كده الاوبن مظله بالاتش اند اي. طب اوبن مظله بقى بالسيلفر، اهي نفس الحكايه، شكل الفراشه، شايفين الفراشه؟ اهي الفراشه اهي فاتحه من هنا كده على الفورس فينتريكل. شايفين اي نقطه في النص بيضاء؟ في اي فتحه في النص؟ مفيش اي فتحه في النص لانها اوبن مظله، ما فيهاش اي سنترال كانال، فدي بتوضح لنا المظله اهي شكلها عامل ازاي. محدش يقول بقى ايه ده هتلخبطنا مثلا مع البونز لانه فاتح على فورس فينتريكل زيها، لا شايفين اهوت البونز اللي فتح على فورس فينتريكل شكله عامل ازاي؟ قلنا عامل زي المفتاح جوه القفل، فهي عمرها ما تلخبط خالص مع اللوب المضله، ما تلخبطش مع البونز، اهو فاتحه على الفورس فينتريكل فليها في الفتحه الموجوده دي. دي كده الايه اللوب المضله بالسيلفر، وادي الشكل اهو بتاعت ال بتاع ال اسمه ايه ده القصبي اهوت، واضحه جدا. وهنا برضه اهيت واضحه قوي، يعني نفس الاشكال اهي، دي اوبن مظله بالاتش ان دي واوبن مظله بالسيلفر اهو، دي اهي فاتحه على فورس فينتركل ما فيش اي سنتر كلام في النص. دي برضو نفس الاشكال، عامله زي القلب، قلب او الفراشه. طب الكلوز مظله بقى شايفين اهوت، عندها اهم حاجه سنترال كانال، سنترال كانال، سنترال كانال. والاغلب الصور اللي شفتها مش عارفه دي صح ولا غلط، يعني دايما الكلوز مظله الفتحه بتبقى ناحيه هنا، ناحيه الناحيه دي، يعني ناحيه الناحيه دي كده الفتحه بتبقى ناحيه الحاجه دي، او مثلا فتحه القلب، يعني القلب بتاعنا بتبقى ناحيه الحاجه دي. انما مثلا شايفين القلب هنا، القلب هنا لفوق يعني، انما القلب هنا لتحت. بس في صور على فكره القلب لفوق يعني، بس الاغلب اللي شفته كده. يعني مثلا دي اصلا صوره من قبل، من زمان قبل كده، دي الصوره بتاعتكم. فدي كده الكلوزد بضله اتش اند اي. طب ليه عرفت ان هي كلوزد؟ اول حاجه هي مش فاتحه على الفورس فينتريكل، تاني حاجه ان هنا في سنترال كانال، شايفاها هي الفتحه دي عامله شكلها قريب اكتر لاشكال السباينال كورد هناخدها. بس هي طب ليه مش شكل السباينال كورد؟ يعني ليه مش شكل، يعني ما نقولش مثلا على دي مثلا حاجه من السباينال كورد ان نفس الكانال، لان اصلا السباينال كورد ليه شكل، ليه شكل مميز اللي هو جواه جري مطر وايت مطر وهورنس والكلام ده كله. ادي الكلوزد بقى بس بالسيلفر. السيلفر بقى احنا عندنا قلنا في حاجتين في الكلوزد، يا اما سنسور ديكاستيشن اللي هو ناحيه فوق، وبعد كده الموتور ديكاستيشن ناحيه تحت. السنسوري ادي هو شكله اقرب قوي لدي، شكله اقرب قوي للكلوزد مظله بالاتش ان دي، شكله برضو يعتبر اهوت بيضاوي شويه، في عامل زي القلب شويه، بس مش مهم يعني، اهم حاجه في فتحه في النص، دي اهم حاجه تفرق لنا عن اي حاجه تانية، في فتحه اهيت في النص. فدي ده كده ايه كلوز مظله سنسوري ديكاستيشن، سنسوري ديكاستيشن بالسيلفر. وريكو هو طب بنفرقها ازاي عن مثلا اوبن مظله؟ بصوا شايفين اوبن مظله الفتحه بتاعتها واسعه قوي، ما فيهاش سنترال كلام في النص، كله كده. امال ده لا، اهو سواء اللي هي بتاعه الاوس بي اللي هي دي، او سواء بتاعه اللي هي الاديتا شو، الاثنين فيه فتحه في النص اهيت، وايه والقلب مش جامد، مش قوي يعني، مش فاتح قوي على لانه مش فاتح اصلا على الفورس فينتريكل يعني. فدي الكلوزد مظله ولكن سنسور ديكاستيشن بالسيلفر. نكتب التلاته، لازم التلاته. ادي اهوت بتاع ده اهوت عامل زي القلب شويه، بس في فتحه في النص اهم حاجه، فتحه في النص، فدي فتحه في النص، ده اللي بيفرق لنا عن الاوبن مظله. طب الكلوزد مظله بقى بالسيلفر طبعا، الموتور ديكاستيشن دي شكلها، شايفين الشكل المميز ده؟ شكل الشجره، ادي شجره ورقه، ورقه شجره كده، شجره هي شكلها زي الشجره كده. هي دي بتاعت المعمل اهيت، لو رفعتوها قدامكم يعني، دي اهم حاجه في اللي هي بتاعت الكلوز المظله دي، ترفعوها قدامكم كده عشان مش هتشوفوها لو هي محطوطه قوي على على الحاجه اللي مثلا على الترابيزه او اي حاجه، لازم ترفعوها هتشوفوها كويس جدا، شجره واضحه قوي. يبقى ده كلوز مظله اوبلونجاتا موتور ديكاستيشن بالسيلفر، شكلها زي الشجره، شجره اهي، دي بتاعت ده شو بتاعت القصبي، الاثنين شبه بعض اصلا. ادي اهوت دي الاثنين دول بتاع القصبي، ادي اهوت ده شجره، طب انتوا شجره اهيت ودي شجره اهي. فدي ايه كلوز مظله، طبعا في سنترال كانال في النص على فكره، اللي هي الحته دي كده، الحته الفتحه دي كده في سنترال كانال، لانها كلوز مظله، طبعا كلوز مظله هنا كده سنترال كانال. يبقى ده كده ايه، كده خلصنا المظله. قلنا المظله عندنا في اوبن وفي كلوزد، قلنا الاوبن عامله ازاي، الاوبن الاثنين عامله زي القلب او الفراشه، فاتحين على الفورس فينتريكل، مفيش اهم حاجه نقطه في النص، مفيش فتحه في النص، تمام. دي الاوبن مظله، دي بالاتش ان دي، دي بالسيلفر، مفيش اي ليفل فيها. طب الكلوزد بقى، الكلوزد عندنا فيه برضه في الاتش اي، هي بيضاويه شويه، هي مش قلب قوي يعني، قريبه من القلب بس مش قلب قوي، وفيها اهم حاجه فتحه في النص، اهم حاجه، وواضحه جدا على فكره الفتحه اللي في النص دي، ومش شكلها زي السباينال كورد هناخد بعد شويه، لان السباينال كورد بيضاوي شويه برضه.
بعد كده ده بالايه بالاتش ان دي. طب السيلفر، السيلفر عندنا فيه تو ليفلز، في عندنا موتور ديكاستيشن، موتور ديكاستيشن دي شكلها عامل ازاي، الشجره هرفعها قدامي هشوف شجره. طب السنسور ديكاستيشن دي قلب او ايه، او بيضاويه شويه او قريبه من القلب شويه، وفيها اهم حاجه فيها نقطه اللي هي الفتحه بتاعه السنترال كانيل. يبقى السباينال كورد بيكون من حاجتين، جري مطر اللي هي في النص، طب الوايت مطر اللي هي حوالين، يعني اللي هو الحاجه الحرف بحرف الاتش دي اللي هي الحاجات اللي في النص اللي هي مرسومه في النص هنا كده دي بحرف الاتش دي، دي الجري مطر. طب الحاجات البيضه اللي حواليها دي، دي الوايت مطر. نفس الحكايه في الثوراسيك، نفس الحكايه في اللمبر. طب زي طب ايه الفرق بينهم الثلاثه؟ اول حاجه ان احنا عندنا في السيرفايكل في عندنا او مثلا اي سباينال كورد او اي سيجمنت يعني عموما بيتكون من حاجتين، بيتكون من انتيرور هورن وبوستيرور هورن. الانتيرور هورن اللي هو ناحيه قدام، يعني مثلا لو جيت قطعت السباينال كورد بالعرض كده اللي هو ترانسفيرس سيكشن، يعني يبقى ده ناحيه قدام ودي ناحيه ورا كده عشان اشوف شكلها عامل ازاي، يعني ايه ترانسفيرس، يعني انا كده قطع السباينال كورد، ده كده من ناحيه قدام، ده كده من ناحيه ورا، وده كده مثلا ايه ده كده من الجنب. فانا عاوز اعرف في الانتيرور هورن وبوستيرور هورن. الانتيرور هورن هنا اللي قدام اتنين انتيرو هورنز، طب بوستيرو هورن اللي هما ناحيه ورا كده اللي هما الدراعين اللي ناحيه ورا دول، قلنا الوايت مطر اللي حواليها دي. عاوز افرق بينهم الثلاثه بين الحاجات دي بالحاجات دي بقى. اول حاجه هنفرقهم مع بعض من بعض ايه بالهورنز. هنبص على الهورن هنا دول اللي هما الانتيرو هورن اهو اللي هما التخان دول، وبوستيرو هورن هما الرفيعين خالص دول. السيرفايكال الانتيرو هورن تخان سك جدا، طب البوستيرو هورن رفيعين. وزائد كمان البوستيرو هورن هنزود عليها حاجه عشان هي مش مكتوبه هنا، ان هما بيبعدوا عن بعض شويه، البوستيرو هورن بتبعد عن بعضها شويه كده، يعني في الاخر بيبعدوا عن بعض شويه تمام، ده البوستيرو بيبعدوا عن بعض شويه مبيبقوش قريبين قوي كده. يبقى ده اول حاجه في السيرفايكل. طب عندنا في الثوراسيك، الثوراسيك الانتيرو هورن والبوستيرو هورن قد بعض، حرف الاتش بالظبط اهوت لانهم قد بعض بالظبط، او مثلا ايه قولوا يعني قريبين من بعض، يعني ان هما الاثنين رفيعين، هما الاثنين رفيعين. طب اللمبر قد بعض برضو، الاثنين تخان، يبقى ده الانتيرو هورن اتخن من البوستيرو هورن، هنا الاثنين رفيعين، هنا الاثنين تخان. ده كده اول حاجه نفرقهم منهم الاثنين. هنفرق ازاي بقى تاني؟ هنفرق بالوايت ماتر. هنا شايفين الوايت ماتر كبيره عن مين؟ الجري ماتر. الجري ماتر صغيره، حته صغيره كده في النص، والوايت ماتر اكبر. طب هنا نفس الحكايه، ده اي حرف اتش في النص صغير والوايت ماتر كبيره. هنا بقى لا، انا اصلا انا يعتبر بقى هتشوف الشرايح مش قادر اشوف اصلا وايت ماتر قوي، الوايت ماتر قليله، حته صغيره فوق، حته في الجنب صغيره، حته تحت صغيره، فالجري ماتر هنا اكبر من الوايت ماتر. يبقى عندنا السيرفايكال والثوراسيك الاثنين الجري ماتر اصغر من الوايت ماتر، الوايت ماتر اكبر من الجري ماتر يعني. طب اللمبر الوحيده اللي الجري ماتر فيها اللي هي الحرف الاتش ده اكبر من الوايت ماتر. ده تاني حاجه فرقناها بيها. هنعرف ايه هنفرقها تاني برضو بالسنترال كانال. هنا عندنا سنترال كانال بتبقى ايه انتيرو شويه ناحيه قدام، يعني ناحيه قدام هنا شويه. طب هنا السنترال كانال موجوده فين؟ موجوده بوستيرو شويه، يعني مش يعني او لسه انتيرو، يعني هي مش انتيرو قوي، لا يعتبر بوستيرو شويه. طب في اللمبر، لا اللمبر دي موجوده في النص، يبقى دي انتيرو دي بوستيرو دي في النص. هنفرق ايه تاني؟ هنفرق بقى بالكبر. دي طبعا ايه دي اكبر واحده، دي اكبر واحده خالص، لارج خالص. دي برضو ايه دي يعتبر كبيره برضو ريلاتيفلي، لارج يعني لارج شويه. هنا بقى ايه لا صغيره، دي اصغر واحده. يبقى الاثنين دول كبار، اكتبوا الاثنين لارج، يعني في السايز بتاعهم لارج، اللي في النص دي صغيره. دول سيبكم من الحاجات دلوقتي، هناخد بقى واحده واحده بالتفصيل. اول حاجه مين؟ السيرفايكال سيجمنت. هناخد كل حاجه بالاتش ان دي وبالسيلفر. اول حاجه اللي في الكومنت، لا في لما يجي يسالني ايه ده، هقول ده سباينال كورد، ده سيرفايكال سيجمنت وبالاتش ان دي اي، او سباينال كورد سيرفايكال سيجمنت هناك هتبقى سيلفر. زي ما احنا شايفين اهوت، هوريكم اهوت ده كده ايه، ده كده دي الشريحه من بره اهي، ده هم كلهم زي بعض. دي بتاعه الداتا شو، دي بتاعه الاسبي، ادي اهوت. هنشوف اول حاجه خالص هنبص عليها مين؟ هنبص على الهورنز. ادي اهوت الانتيرور هون وادي البوستيرور هون. الانتيرور هون شايفين تخين ازاي، اتخن حاجه. طب البوستيرور هون رفيع وبيبعد عن بعضه، شايفين اهوت مميزاه بالخط ده، خط الحته الصغيره من دي رفيعه قوي يعني كده، ده البوستيرور هون كله كده بينتهي برفعه قوي قوي كده، هو رفيع يعني هو رفيع وبينتهي برفعه قوي. فده ايه ده كده ده السيرفايكال سيجمنت. ده اول حاجه هبص عليها عشان اعرف الشريحه من النظره الاولى كده. هنبص على تاني حاجه، هنبص عليها شكل الشريحه من بره كده، هي نفسها اوفال يعني بيضاويه، يعني هنشوفها اهوت. دي اوفال شويه، اوفال اهي، دي اوفال بس مش قوي، دي مدوره، دي راوندد. يبقى دي اوفال، دي يعني اوفال شويه، مش اوفال قوي، دي ايه راوندد مدوره. ادي اهو دي اوفال اهي، شكلها بيضاويه هنا برضو، بيضاويه اهي، بيضاويه مش مدوره قوي يعني. ده اول حاجه هنقول الشيب ده اوفال. هنقول السايز بقى، قلنا كبيره لارج، قلنا السيرفايكال واللمبر الاثنين كبار. المطر بقى
المطر مدام سيرفايكال، مدام هي مش لمبر يبقى خلاص الوايت مطر هي لارجر ذان الجري مطر، هي اكبر من الجري مطر اللي هو وايت اهوت. انتوا شايفين اهوت الوايت فعلا اكتر من جري، جري صغيره خالص اهي، الوايت كبيره اهي، وايت اهي كبيره والجري صغيره في النص اهو. طب الهورنز بقى عندنا في الجري، الجري مطر يعني بتتكون من ايه؟ بتتكون من فور هورنز، عندنا في اتنين انتيرو بيبقوا ثيك تخان، بعد كده في اتنين بوستيرو سن، بس اهم حاجه دايفرجنج بيبعدوا عن بعض، يعني مش بارل، يعني مش نفس، يعني هما مش نفس المستوى كده، مش هم مش نفس المستوى، لا ده بيبعدوا، ده بتروح كده ودي بتروح كده، بيبعدوا عن بعض البوستيرو هورنز. يبقى تو ثيك انتيرو، تو دايفرجنج ثين بوستيرو. بعد كده هنتكلم على بوستر سنترال كانال، تبقى مور انتيرو، ادي سنترال كانال اهي انتيرو شويه مش بوستيرو. نفس الحكايه هنا، ادي شايفين اهوت، ادي اهوت ده كده ايه اول حاجه بصيت عليها بيضاويه شكلها ايه اوفال. بعد كده دي الانتيرو هورن اهو تخين، انتيرو هورن تخين، وادي البوستيرو هورن ايه رفيع ودايفرجنج بعيد عن بعض، والوايت مطر اكبر من الجري مطر، والسنترال كانال مور انتيرو. نفس الحكايه هنا برضو نفس الحاجات بالظبط، وهي بتبقى لارج واوفال. ده كده ال شكلها نفس الحاجات بالظبط اهي، هي بس مش واضحه قوي، بس هي اهو ده كده البوستيرو، ده كده البوستيرو مش كده، وده ايه ده قصدي الانتيرو تخان، وده البوستيرو ايه رفيعين، والوايت مطر اكبر من الجري مطر. نفس الحاجه دي اوفال اهي وباينه جدا، ادي هو ده الايه دي مقلوبه، يعني دي ده الايه ده الانتيرو وده البوستيرو عادي، يعني اهم حاجه انا بص اهم حاجه ما تشوفوش ايه الانتيرو وايه البوستيرو، اهم حاجه انا شايفه اتنين تخان واتنين رفيعين، يبقى خلاص دي ايه دي سيرفايكال على طول، ما اتنين تخان اتنين رفيعين سيرفايكال، هي الوحيده اصلا اللي فيها اتنين تخان واتنين رفيعين، ما فيهمش قد بعض يعني. ادي اهو دي التخانه اهمت، ودي الرفيعين اللي هم دايفرجنج بيبعدوا عن بعض وبينتهوا كده بايه في حته رفيعه خالص كده، ادي هو بينتهوا بايه بحته رفيعه خالص هنا كده اهوت، ودي سنترا كانال بتبقى مور انتيرو ناحيه قدام اكتر وشكلها اوفال. وطبعا شايفين اهوت الوايت مطر كبيره، الجري مطر صغيره. ده كده ال spinal cord cervical segment اتش اند اي. طب تاني حاجه مين السيلفر، السيلفر نفس الحاجه نفس الكومنت بالظبط. هبص على اول حاجه، اول ما نبص على الشريحه هبص على ايه، هبص على الهورنس الجري ماتر، الجري ماتر عندنا فيه انتيرو هورن، شايفين الانتيرو هورن هو تخان تخان همت، طب البوستيرو هورن رفيعين حتى بينتهوا بايه برفع خالص خالص هنا اهو، ده اول حاجه بصيت عليها، يبقى خلاص دي سيرفايكال من غير ما افكر في اي حاجه تاني، لانهم دي الوحيده اللي كده. طب الوايت ماتر لما اجي ابص على الوايت ماتر هلاقيها كبيره والجري ماتر صغير، يبقى الوايت ماتر جريتر ذان الجري ماتر. بعد كده قلنا اتكلمنا على الهورنس، طب هي شكلها عامل زي اوفل بيضاويه، طب هي صغيره ولا كبيره؟ طبعا ما هي مادام هي مش ثوراسك يبقى لارج. ايه تاني؟ سنترال كانال مور انتير، ده مجرد مبصه بعرفها. ادي هو دي برضو نفس الحكايه اهو، حته واحده تخينه واحده رفيعه وبيضاويه، بيضاويه جدا واضحه على فكره قوي، دي بتاعت ال الاوزبي بتاعت الداتا شو اهي، دي تخينه اهي دي، قلت لكم ما تبصوش على الانتيرو ولا بوستيرو، بصوا على اهم حاجه في اتنين رفيعين في اتنين تخين، شايفين رفيعين رفيعين هم وتخين اهو، وشايفين وايت مطر كبيره ازاي، ادي نفس الحكايه اهو، دي اهي ده دي كده ايه دي كده الجري مطر، في انتيرو هون تخين، طب بوستيرو هون رفيع والوايت مطر كبيره وهي شكلها بيضاوي ولارج وسنترال كانال اهوت مور انتيرو، يبقى خلاص هي دي. طب ده هو دي بتاعت الاوزبي، ادي اهوت الانتيرو هون تخينه اهو، البوستيرو هون رفيعه خالص اهوت رفيعه، وسنتر كانال المور انتيرو واللي هي بيضاويه، يبقى خلاص هي دي ايه السيرفايكال سيجمنت سيلفرستين. يبقى هنكتب كده، هنكتب سباينال كورد سيرفايكال سيجمنت سيلفرستين، لازم نكتب الثلاثه. اللي بعدها بقى الثوراسيك سيجمنت، بقى احنا قلنا الثوراسيك سيجمنت هنعرفها ازاي؟ طبعا بالاتش ان دي، نعرفها ازاي؟ هشوف حرف الاتش، حرفيا هو حرف الاتش، شايفين حرف الاتش اهو، حرف الاتش الاثنين رفيعين زي بعض، الانتيرو هون والبوستيرو هون الاثنين رفيعين، هشوف كده ان هي ايه مش بيضاويه قوي، يعني هي اوفال ولكنها مش اوفال قوي، يعني مش اوفال جامد يعني. هبص على الوايت مطر، دي اكتر واحده تشوف ان الوايت مطر فيها اكتر بكتير من الجري مطر، فهي الوايت مطر جريتر ذان الجري مطر، تمام. هوت في عندنا انت بالسنترا كانال قلنا مور بوستيرو او ليس انتيرو، يعني هي مش انتيرو قوي، هي بتبقى ناحيه ورا اكتر، انا مش شايفها قوي، هي تقريبا هي دي تقريبا هي دي، يعني هي مور انتيرور مور بوستيرور او ليس انتيرور، يعني مش انتيرور قوي. يبقى هو او بص على الثوراسيك سيجمنت، هي طبعا ايه الصوره متصوره مش باينه خالص يعني، بس ما هي حرف الاتش حرفيا في النص كده، حرف الاتش مش واضحه قوي خالص،
هحاول اعمل كده زوم، هي مش واضحه خالص اصلا يعني، بس هي بتبقى حرف الاتش بالظبط. قلنا الشيب هي اوفل ولكن ليس ذان السيرفايكل، يعني مش اوفل قوي يعني، اقل من السيرفايكل. بعد كده السايد ده سمول، مادام هي ولا مادام هي مش ولا لمبر ولا سيرفايكل، الثوراسك دايما تبقى سمول. بعد كده قلنا طبعا وايت ماتر جريتر ذان الجري ماتر، اهو كبيره عن الجري ماتر اللي في النص دي. بعد كده الهورنس، قلنا في عندنا جري ماتر اللي هي في النص بتتكون من كام هورن بقى؟ هنا بقى مختلفه عن الباقي، بتتكون من 6 هورنز، في 2 انتيرور سن، الاثنين دول سن هما صغير انتيرور سن. بعد كده 2 بوستيرور دايفرجنج سن، دايفرجنج زي السيرفيكال بالظبط يعني، هما بيبعدوا عن بعض، بيبعدوا عن بعض كده شويه، هما 2 سن دايفرجنج بوستيرور يعني. بعد كده في 2 بقى زياده اللي هما 2 لاترال سمول، هتزودوها بس 2 لاترال سمول هنا كده، دول صغيرين قوي موجودين في الجنب كده، اسمهم 2 لاترال سمول تبع الجري ماتر برضه. السنترال كانال، السنترال كانال هنا بيقول ان هي مور بوستيرور او ليس انتيرور، مش انتيرور قوي، اعتبروها ان هي مش انتيرور قوي خلاص، مور بوستيرور او ليس انتيرور. يبقى ده كده اول ما اشوف الثوراسيك سيجمنت. نشوف الصوره الثانيه، ادي الصوره دي شايفين اهوت، اول حاجه بص هبص عليها الجري ماتر، الجري ماتر لقيتها اهوت، لقيت فيه 2 سن انتيرور هورن، 2 سن دايفيرجنج بيبعدوا عن بعض بوستيرور هورن، رفيعه اهي الاثنين رفيعين، يبقى خلاص دي ايه على طول ثوراسيك سيجمنت، عرفتها من من الحاجه دي. هتاكد اكتر ازاي؟ لقيت الوايت ماتر كبيره عن الجري ماتر الصغيره خالص دي، هنزود بس في الهورنس ان احنا فيه في الكومنت يعني ان هنا في 2 لاترال سمول، 2 لاترال سمول، الشكل بتاعها اصلا بيضاوي ولكنه ليس اوفال زان السيرفايكال. هنقول تاني كمان السنترال كانال بتبقى المور بوستيرور او ليس انتيرور، ودي ده الشكل هنا برضو، هي مش واضحه قوي بس هي حرف الاتش زي ما قلت لكم. وانا دلوقتي ما دام لقيت الانتيرو هون والبوستيرو هون الاثنين رفيعين خلاص. طب بالسيلفر بقى، السيلفر نفس الحاجه بالظبط نفس الكومنت، هبص اول حاجه مين على الانتيرو هون والبوستيرو هون، لقيتهم الاثنين رفيعين اهو، الاثنين رفيعين، يبقى خلاص دي ايه، دي ثوراسك. بس انا شايفه ان الانتيرو هون يعني اتخن شويه من البوستيرو هون اللي هي منتهيه كده، بس انا دلوقتي شايفاهم هما الاثنين رفيعين، مهما كان هما الاثنين رفيعين. يعني مثلا مش هاجي اقارن دي بدي، يعني شايفين دي الانتيرو هون بتاعها تخين ازاي وبوستيرو هون رفيع ازاي، رفيع قوي ازاي، فهي طبعا استحاله دي تبقى شبهها. لا انا شايفه ان الانتيرو هون وبوستيرو هون الاثنين رفيعين، وشايفه الجراي الوايت ماتر صغيره قوي قوي، فدي على طول ثوراسيك سيجمنت نفس الحكايه. ادي حرف الاتش واضح هنا اهو، حرف الاتش والجراي ماتر الوايت ماتر كبيره هنا برضو نفس الحكايه بس مش واضحه قوي، يبقى نفس الكومنت بالظبط بتاع. اهم حاجه هنزود هنا ان في 2 لاترال سمول هورنز، ادي اهو الشكل اهو تاني اهو حرف الاتش، حتى لو هما زي ما قلت لكم ان هما مش قد بعض قوي بس برضو الاثنين رفيعين، ادي اهو 2 انتيرور سن انتيرور، 2 سن دايفرجنج بيبعدوا عن بعض بوستيرور، جايه واحده جايه كده واحده جايه كده، نفس الحاجه هنا اهو حرف الاتش الاثنين رفيعين، 2 سن انتيرور 2 سن دايفرجنج بوستيرور، وشكلها ايه يعني هي بيضاويه شويه نفس الحكايه هنا بس مش واضحه قوي، طبعا هتوضح قوي في المعمل لما تشوفوها يعني. اللي بعده بقى مين اللمبر سيجمنت، اللمبر سيجمنت قلنا دي كبيره ودي فيها كل حاجه كبيره، يعني عندكم مثلا جري ماتر كبيره قوي فيها، الانتيرور هون كبير، البوستيرور هون كبير، دي اول حاجه اهو. طب هي اول حاجه اهي هنبص عليها، اول حاجه هنبص عليها مين، هنبص على الجري ماتر، هنبص على الانتيرور هون والبوستيرور هون، الاثنين تخان، دي تخينه اهي ودي تخينه برضو، الاثنين تخان ما بينتهيش بقى برفع زي ما اتوريكم في السيرفايكال، لا هما الاثنين تخان، دي اول حاجه شفناها. تاني حاجه هنشوفها ان الوايت ماتر تكاد تكون مش موجوده اصلا، يعني قليله قوي قوي، شايفين صغيره ازاي، اهو حرف يعني تحسوها رم كده، مش مثلا مش زي لا ناخد اللي قبلها على طول كده، شايفين كبيره ازاي، كبيره قوي، انما دي لا تحسوها اصلا رم كده يعني حرف، حاجه واخده من الحرف بس. يبقى خلاص دي ايه لمبر سيجمنت مجرد نظره اهوت، وقلنا ان هي بيضاويه اكتر واحده بيضاويه، هي ريلاتيفلي راوندد ولارج كمان، ريلاتيفلي لارج كبيره، اللمبر بتبقى كبيره زي السيرفايكل. المطر اهو جراي مطر الوحيده اللي جراي مطر فيها جريتر زان الوايت مطر. طب الجراي مطر بيتكون من ايه؟ الهورنز بتاعتها بتكون من 4 هورنز زي السيرفايكال بالظبط، بس اهم حاجه ان هو في 2 سيك انتيرور 2 سيك بوستيرور. طب السنتر طب في حاجه هنزودها هنا، البوستيرور بيبقى بارلل، بارلل لان هما ايه متوازيين، مش دايفرج، مش واحده رايحه كده واحده رايحه كده، لا اتنين هي تحسوها بارلل لبعض كده، الاثنين ايه جنب بعض، تو بارلل بوستيرور هورن سك، الاثنين سك. السنترال كانت بقى الوحيده هنا السنترال، يبقى السيرفايكال كانت ايه؟ لا كانت مور انتيرو، طب الثوراسيك مور بوستيرو، طب اللمبر دي سنترال في النص.
دي برضو نفس الحاجة هو، بس ايه مش واضحة قوي. او هو يعني هي هي بتشوفوها، بتشوفوا ان فعلا اكتر حاجة بتبقى واضحة ان الوايت مطر مش باينة قوي، بتلاقوا الجري مطر هي اللي طاغية على الحاجة يعني. ادي اهو شايفين اهوت، شايفين اهوت، اتنين ساكت، اتنين تخان، تخان جدا، مفيش بقى الحرف اللي بيبقى طالع ده، لا اتنين تخان، اتنين تخان، تخان جدا، والوايت مطر قلنا صغيرة جدا. يبقى ده هو دي كده ايه، ده كده ال السيرفايكال اللمبر سيجمنت. قلنا هنبص على الاثنين تخان، هي اصلا ريلاتيفلي راوندد وريلاتيفلي لارج، وان الاثنين فيه اتنين سيك انتيرور هورنز، تو سيك بارل بارلل بوستيرور هورنز، والوايت ماتر والجري ماتر جريتر ذان وايت ماتر، نفس الحاجه يعني. بالسيلفر بقى نفس الحاجه بالظبط برضه، اهو شايفه هو هي بتبقى راوندد يعني، بتبقى المدوره اكتر من هي اوفل، وتبقى كبيرة. هنبص طبعا اول نظرة نبص عليها مين، على الجري ماتر، لقيتها ان هي البوستيرو هورن والانتيرو هورن الاتنين تخان، مش شرط يكونوا قد بعض، بس هما الاتنين تخان، الاتنين تخانة همت، وواخدين معظم السيجمنت اصلا، تبقوا يبقى الجري ماتر يعني اكتر من وايت ماتر، خلاص يعني هي كده. والسنترال كلان بتبقى سنترال يعني، بتبقى في النص، دي برضو مش واضحة قوي، بس هنبص على صور كتير ان شاء الله. ادي هوت الفرق بين التلاتة، السيرفايكال والثوراسيك واللمبر. ادي هات السيرفايكال، عارفين قلنا فيه اتنين، هبص انا هفرق لكم بس ما بين البوستير هون والانتيرو هون، دي اهم حاجه تفرقوا بيها اصلا. هنا عندنا سيك سيك انتيرو هون، سين بوستيرو سين دايفرجنج بوستيرو هون، اهو رايحين على رفع ازاي، اهو بيبعدوا عن بعض، بيبعدوا عن بعض رفيعين اهو. وايه تاني، والجراي والوايت ماتر تبقى اكتر من جراي ماتر. طب دي دي عندنا الحرف الاتش، الاثنين رفيعين، الاثنين رفيعين، تو سين انتيرو تو سين بوستيرو، هنزود عليها في 2 لتر لترال سمول، والجراي والوايت ماتر اكبر بكتير جدا من الوايت ماتر. طب ال اللمبر، لا اللمبر عندنا فيه 2 سيك انتيرو و2 سيك بوستيرو، الاثنين رفيعين، والوايت ماتر صغيره، الجراي ماتر هي اللي اكبر. اهو شايفين، اقعدوا بقى كده ايه اتفرجوا عليهم كتير لحد ما تحفظوهم. ادي هو شكلهم بالسيلفر، طبعا مهم جدا تلاقوا ايه سباينال كورد، هنا مثلا سباينال كورد شايفين اهوت، انا بصيت عليها لقيت الانتيرو هون تخين والبوستيرو هون اهو رفيع، يبقى خلاص دي ايه، دي على طول سيرفايكل، هي الوحيده اللي ايه مختلفين في الاحجام. لقيت الاثنين يعتبر سن اثنين رفيعين، يبقى خلاص دي ايه ثوراسيك. هنا عندنا الاثنين تخان والوايت مطر اصلا يعتبر مش شايفها، يبقى خلاص دي ايه، دي لمبر. هو نفس الحاجة هو، احفظوا الأشكال دي زي ما قلتلكوا هتعرفوها بسهولة يعني. عارفة انتوا تعبتوا وانا تعبت برضه، بس ايه خلاص قربنا نخلص يعني، احنا خلصنا الحاجات اللي هي كانت صعبة شوية، الباقي بقى سهل جدا. اول حاجة هنلاقي النيرف ترانك بقى، دي اخر حاجة طبعا فين، في البريفرال نيرف سيستم، دي البريفرال نيرف سيستم يعني اخر حاجة في الجهاز العصبي يعني. النيرف ترانك بيتكون من ايه بقى، اللي هو النيرف العادي، اللي هو البيفرال نيرف اللي بيروح للعضله بيحركها بيودي بياخد سنسيشنز والكلام ده كله. بيتكون من ايه بقى، اول حاجه النيرف من بره هتلاقيه متحوط بايه، بحاجه اسمها ايبينيوريوم، ده كنا نكتشفه عادي، ايبينيوريوم على ايبي يعني على، يعني على النيرف من بره ايبينيوريوم. هنخش من النيرف من جوه هنلاقي جواه ايه، جواه حزم بندلز، البندلز دي كل بندل متحوطه بكونكتيف تيشو برضو. ايه اسم الكونكتيف تيشو ده، اسمه بيرينيوريوم، حوالين حوالين البندلز بيرينيوريوم. بعد كده هنخش جوه البندلز نفسها هنلاقي فيها مكونه من ايه، مجموعه فايبرز الياف، كل ليف كل ليفه بتتكون من حواليها ايه بقى، اللي هو الفايبر بقى ده اللي هو الاكزون، الاكزون نفسه محوط بقى بايه، الاكزون ده او الليفه دي محوطه بايه، متحوطه ب اندو نيوريوم، اندو نيوريوم ناحيه جوه اندو نيوريوم. ده الكومنت اصلا، احنا انا قلت كده كومنت. اول حاجه النيرف ترانك هشوفه من بره طبعا بالاتش ان دي، وعنده كام واحده بالاوزميك اسيد اللي هو النيرف ترانك بالاتش ان دي. في عندنا هنبص من بره في واحده لونجيتودينال واحده ترانسفيرس، الترانسفيرس اهي اللونجيتودينال سيكشن، يعني انا واخده حته من النيرف بالطول، وبعد كده ايه واخده دي بالعرض، اسمى واخده قد سيكشن يعني في كده من العرض. لما اجي ابص تحت الميكروسكوب هشوف ايه بقى، هشوف هو ده بال اللي هو ترانسفيرس سيكشن، هنا اللونجيتودينال سيكشن الترانسفيرس اهوت، بص عليه لقيت بيتكون من ايه، اول حاجه بره خالص كده اهوت النيرف متحوط بايه، بكونكتيف تيشو رفيع خالص اسمه ايه، اسمه ايبينيوريوم. هخش جوه هلاقي بندلز، ادي بندل، بندل كبيره اهي، البندلز دي متحوطه بايه، برينيوريوم. هخش على البندل الواحده هكبر اكتر، هخش هلاقي فيه ايه، نيرف فايبر، الفايبر ده محوط بايه، باندونيوريوم صغير. ادي صوره ثانيه،
ادي اهو، ادي هي دي الصورة دي اللي عندكم اصلا، ادي الصورة دي. الحاجات الرفيعة اللي جوه خالص دي مين؟ اللي هي النيرف، النيرف فايبرز. يعني دي كده، دي بندل، دي بندل، ودي بندل، ودي بندل. ده طب ايه اللي حوالين البندل ده؟ بيرينيوريوم. طب ايه اللي جوه البندل ده؟ نيرف فايبرز. النيرف فايبرز جواها محاطة بايه؟ باندونيوريوم اهو. يبقى دلوقتي عندنا هعرف ازاي شريحة ال، هعرف ازاي الشريحه بتاعه النيرف ترانك. هعرفها اول حاجه من بره، لقيت في حته بالطول وحته بالعقب مدوره، يبقى خلاص دي ايه؟ ده نيرف ترانك، دي الوحيده اللي شكلها عامل كده اصلا. طب هعرف ازاي ان هي من جوه بقى؟ هعرف لو هي ترانسفيرز هلاقيها كوم من كور كور كور، وكل كوره جواها كور، وكل كوره من الكور دي جواها ايه؟ كور صغيره خالص اللي هي النيرف يعني. وبالطول اهوت شايفين اهو فايبرز بالطول، بالطول كده اهوت باللونجيتودنال سيكشن اهوت فايبرز بالطول، وحوالينه من بره مين؟ قلنا ايبينيوريوم يعني. ادي اهو دي شكل دي الصور اللي نازله لكم في الداتا شو اللي هي التوضيحيه. ادي اهوت انا ده النيرف كله من بره خالص، الحته دي كده، دي كده بيرينيوريوم، ايبينيوريوم، ايبينيوريوم. هخش جوه هلاقي فيه نيرف باندلز، نيرف باندل اهي، دي الكوره الكبيره دي محوطه بايه؟ متحوطه بيرينيوريوم. ادي نيرف باندل ثانيه، باندل باندل. طب جوه البندلز نفسها الاقي فين؟ في نيرف فايبرز اهو، دي النيرف فايبرز اهوت، او الاكزونز اللي في اكزونز جوه. يعني الفايبرز هي نفسها الاكزونز، متحوطه بايه بقى؟ متحوطه باندونيوريوم اللي هي الكور الصغيره اللي هو جوه هنا دي. تمام، ده طبعا ايه؟ ده ترانسفيرس سيكشن. طب اللي جبتنا هلاقي فيه خيوط 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 كده بالطول. ادي اهو تاني حاجه، ده كان ايه؟ نيرف ترانك بي ال اتش اند اي. طب النيرف ترانك بالاوزميك اسيد، الاوزميك اسيد انا اصلا بصبغه بالاوزميك اسيد، بصبغه علشان اشوف المايلين شيز. احنا عارفين النيرف فايبرز في منها متحوط بمايلين شيز، فانا عاوزه اشوف المايلين شيز دي، فانا هشوف المايلين شيز وهشوف ايه الاكزون مش مصبوغ، يعني هي الاكزون ما بياخدش الصبغه دي. فهبص هلاقي كور سودا بس جواها ابيض فاضي. طب ايه الابيض الفاضي ده؟ ده الاكزون اصلا لانه بيستبغش بالصبغه دي. ادي هو بقى دي ترانسفيرس سيكشن. بس ادي خدت ترانسفيرس سيكشن من النيرف ترانك، ورحت ايه صبغاه بالاوزميك اسيد، بصيت عليها اهوت ايه كور سودا، دخلت تحت الميكروسكوب لقيت كور سودا. ايه الكور السودا دي بقى؟ دي باندلز بقى، دي باندلز، باندلز اهي، باندلز اهي جواها. خش جواها هلاقي في ايه؟ هلاقي في نيرف فايبرز، نيرف فايبرز اهوت، لقيت في حاجات سودا محوطه فراغ في النص. فدي كده ايه الفراغ اللي في النص ده الاكزون. طب الحاجه السوداء دي ايه؟ دي المايلين. ادي اهو هنكتب نفس الحاجات اهوت، ان كل نيرف بيكون باندلز، والباندلز النيرفز نفسه سراوند باي ايبينيوريوم. طب الباندلز نفسها سراوند باي ايبينيوريوم، طب الفايبر سراوند باي اندونيوريوم. اهم حاجه في النيرف ترانك بالاوزميك اسيد هقول ايه؟ ان الاوزميك اسيد استين المايلين شيز بلاك، بتخليه اسود كده، كور سودا اهيت اللي هي الحاجات السوداء دي. هوريها لكم هنا برده، ادي اهوت شايفين اهو الحاجات السوداء دي جواها حاجه بيضه، دي كده المايلين شيز محوطه الاكزون او النيرف فايبر. هنا هو موضحها لكم اكتر اهي، دي الصوره الوحيده اللي هي على شكلها كده يعني، هي واضحه برضو مش محتاجه تسكيم او حاجه، هي كور جواها كور صغيره ولونها اسود. ده كان كده ايه؟ كده خلصنا النيرف ترانك، خدنا مين؟ خدنا ال اتش اند اي. الاتش اند اي قلنا شكله عامل زي في الاتش اند اي من بره، في واحده بالطول، واحده بالكوره، والكوره دي جواها تحت الميكروسكوب كور، والكور جواها كور تانية، فهي واضحه جدا. هنا دي برضو ايه بالطول كده، قلنا بنفس الصوره اهيت. هنا طبعا دي بالاتش اند اي. طب الاوزميك اسيد مهم جدا نكتب برضو الصبغه، قلنا هنلاقي هي عباره عن كور كده، هنخش جواها هنلاقي فيه النيرف باندلز، وجوه الباندلز نفسها لما اكبر الحته دي كده هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه لون اسود حوالين النيرف، حوالين فراغ ابيض، ده المايلينشز ستيند يعني. واكتب اهم حاجه، ده اهم حاجه في الكومنت، اكتب موضوع المايلينشز بلاك ده. ده كده برضو صوره. هناخد بقى اخر اتنين اللي هم الاير والاي. هناخد ايه في الاير بقى؟ هناخد بس الاير بينا، الاير بينا اللي هي الحته من ودنينا ناحيه فوق اللي هي فيها كارتلج دي، اللي هي ما بنحطش فيها الحلق، يعني نحط الحلقه تحت. الحته اللي فوق بقى اللي فيها كارتلج الجامده دي هي اسمها الاير بينا. الاير بينا بتتكون من ايه؟ انتوا لو بصوا على ودانكم شوفوها، من بره في سكن، ومن ناحيه ورا من قدام في سكن، من ورا في سكن، وفي النص في ايه؟ غضروف. بس هي ده تركيبها بس. ادي اهوت ده سكن اللي قدام اللي هو اللون الاحمر ده، خط الاحمر ده، دي من بره شكلها من بره، من خط الاحمر ده سكن. طب من ناحيه خط احمر تاني اهوت سكن. طب في النص ده ايه ده؟ ده غضروف كارتريج. نوع الكارتريج ده يلو الاستيك كارتريج. طب ايه نوع السكن؟ اي نوع سكن في الدنيا؟ هو طبعا ايه؟ سين سكن، سين سكن.
لان السيك سكين ده موجود فين؟ موجود في حاجتين، اللي هو الهاند والسول، بس اللي هو البالم اوف هاند والسول. بقيت جسمنا كله سن، سن سكين، فهو سن سكين. طب ايه نوع السن سكين ده؟ استراتيفايد سكويماس كيراتينايزد ابيزيليوم، بس ده نوع السكين. فهو وفي النص ايه الكارتلج، نوع ايه؟ يلو الاستيك كارتلج. طب السكين ده فيه ايه؟ فيه حاجات السكين العاديه، فيه هير، هير فوليكلز اهو، دي ده الهير فوليكلز، فيها سبيشس جلانس، فيها سويت جلانس، فيها كل حاجه. ادي اهوت لما هبص عليه هنا، دي تكبير اكتر، لقيت في النص ادي ده في النص كارتلج. نوع ايه نوع الكارتلج ده؟ اسمه يلو الاستيك كارتلج، يلو الاستيك كارتلج. بعد كده في عندنا سكين، سكين من على الناحيتين. ادي ده الخط ده السكين ده، طبعا بيكون من ابيديرمس وديرمس، مش مهم، اهم حاجه فيه سكين، خطين كده، الخطين دول السكين. في طبعا في السكين ده ايه؟ هير فوليكلز. في دي هير فوليكل تانية، في سبيشيس جلانس اللي هي الغدد الدهنيه، وسويت جلانس الغدد العرقيه. بس ده كان ده كومنت الايربن اهو، بيكون من ايه؟ هو بليت اوف يلو الاستيك كارتريدج ان بتوين تو ليرز، ما بين طبقتين من ايه؟ من السن سكين. السن نوع ايه؟ نوع السن سكين ده استراتيفايد سكويماس كيراتينايز ابيزيليوم. السكين اهو عنده هيرز، سبيك جلاند، سبيشس جلاند اهو. دي بقى دي الصوره، دي قلنا دي هم في عندنا خطين اهو، عارفه من بره ازاي؟ خطين، خطين هم خط معرجين من هنا كده، خط هنا وخط هنا، دول السكين. طب اللي في النص ده ايه؟ كارتلج اهو. ادي خط اهو، خط السكين اهو تحت الميكروسكوب، دي تبع القصبي. ده خط السكين اهو، جواه ايه؟ جواه ده، دي كلها هير فوليكلز، في هير فوليكلز، في سويت جلاند، في سبيشس جلاند، نفس الناحيه من الناحيه دي هنا اهو، خط اهو معرج، وبرده جواه هير فوليكلز، سبيشس جلاند، سويت جلاند. في النص ده ايه؟ ده كده اليلو الاستيك كارتش، يلو الاستيك كارتش اهو. ممكن تقراوا الحاجات دي، يعني هو السكين اهو بيكون من حاجتين، ايبيدرمس ودرمس، مش مهمه الحاجات دي، يعني معرفش هي مهمه ولا لا يعني، بس هي يعني هتاخدوها بعدين يعني، بس عرفوها. ده الناحيه اللي فوق ابيدرمس، طب الناحيه تحت دي اسمها درمس. ونفس الحكايه هنا، في ابيدرمس من الناحيه دي، وهيدرمس من الناحيه دي، وان هنا ايه؟ يلو الاستيك كارتلج، ودي هير فوليكل اهي. خلاص البنه دي اسهل حاجه يعني، ويا ريت تجيلكوا يعني، سهله جدا. ادي اهو ده خط اهو وخط اهو، ده خط، دول خطوط بتاعت السكن. طب اصلا هو بيبان عامل كده لانه عليه كيراتين، الكيراتين بيبان لهم باللون ده. وفي النص يلو الاستيك كارتلج. اللي بعده بقى مين؟ الاي بول. الاي احنا هناخد ثلاث حاجات في الاي. الاي هناخد فيها هي من بره كده لوحدها شكلها عامل زي من بره، بعد كده هناخد حاجتين فيها، الكورنيا والريتنا. اول حاجه الاي بول، الاي بول هي عليكم بس شكلها من بره، هي شكل العين من بره يعني، لو شفت شكل العين هي شكلها كده من بره يعني، شكلها كره العين اهي، كره العين. بتكون من ايه بقى كره العين دي؟ بتكون من ثلاثة تونيكا يعني، ثلاث طبقات، الثلاث طبقات من بره لجوه. من بره جوه اول حاجه خالص، من بره من اوتر موست انر موست، اول حاجه من ناحيه بره حاجه اسمها كورنيس كليرا تونيك. انا هوريكم صوره عشان ممكن يكون في حد فيكم ما ذاكرش الاي. بصوا دي عينينا كده، العين بتاعتنا بتتكون من ايه؟ ثلاث طبقات. الطبقه الخارجيه خالص اسمها ايه؟ كورنيوس كليرا تونيك، بتكون من حاجتين، كورنيا اللي هي القرنيه اللي قدام دي، تمام كده، اللي قدام دي، اللي قدام خالص اللي هي الخضره، الخضره وفيها حته سودا في النص. طب اللي ناحيه ورا دي اسمها السكليرا، اللي هي اسمها الصلبه، تمام، اللي ناحيه ورا. فدي اول طبقه خالص. لما اجي اخش جوه بقى هلاقي كمان طبقه اسمها ايه؟ اسمها يوفيال تونيك، دي بيكون حاجه اسمها يوفيا. بعد كده الطبقه اللي ناحيه جوه خالص الريتنا اللي هي الشبكيه، اوريكم اهو، ادي اهوت. بصوا على قدام خالص هتلاقوا أو الطبقه اللي هي البيضه من ناحيه قدام اللي اسمها الكورنيا القرنيه، والسكليرا ناحيه ورا. بعد كده تاني طبقه مين بقى؟ حاجه اسمها اليوفيال. اليوفيال دي بقى اللي هي الطبقه اللي لونها احمر، الطبقه اللي لونها احمر دي اسمها اليوفيال، اللي هي دي كده، دي كده الطبقه دي كده الطبقه دي كلها الحمراء دي اسمها يوفيال تونيك. طب ناحيه جوه خالص الريتنا، طبقه الريتنا دي. فدي كان شكل العين. هو هنشرح بقى ايه، هوريكم بقى على ادي اهوت. قلنا هي من بره اهوت نفس يعني تبقى شكل اللي انا وريتكم من شويه، بس شكلها زي العين شويه يعني. قلنا كومن 3 تونكس، اول حاجه من انر مو، من اوتر موست انر موست كورنيوس كليرال، بعد كده يوفيال، بعد كده ريتينال. بعد كده تاني حاجه بقى الكورنيا، دي شكل الكورنيا من بره نفس شكل الاي بول بالظبط يعني، هم واخدين اي بول وبياخدوا وريكوا شكلها يعني. هو بس خد لك الاي بول ووراك حته بس فيها، ايه الحته اللي وراها لك بقى؟ اللي هي حته الكورنيا اللي هي كورنيوس كليرا تونيك. هوريك بقى حته الكورنيا، الحته من اول طبقه اللي هي ناحيه قدام دي، عاوز يوريها لك ويشوفك بيوراك بتتكون من ازاي. لقوا ان هي بتتكون من كام لير؟ بتتكون من خمس طبقات، خمس طبقات من بره لجوه، من بره لجوه. بره ناحيه اللي بره دي كده بتكون من ايه؟ استراتيفايد سكويمز ابيزيليوم، استراتيفايد سكويمز ابيزيليوم. شايفين اهوت كذا طبقه يعني، كذا طبقه من الابيزيليوم اهمت، حوالي خمسه سبعه ليرز.
اللي بعدها على طول حاجه اسمها ايه، باومنس ميمبرين، خط رفيع بس مش باين قوي، خط رفيع اسمه ايه، باومنس ميمبرين. طب الناحيه جوه ده كله ايه بقى، الحته اللي كلها دي كلها اسمها ايه، سبستانشيا بروبليا او ستروما، ستروما او سبستانشيا بروبليا، متكون من ايه بقى، كولاجين فايبرز، كولاجين فايبرز ده، دي كلها كولاجين. بعد كده ناحيه جوه شويه هلاقي فيه ميمبرين اسمه ايه، اسمه ديسمت ميمبرين، اخر حاجه طبقه معانا اسمها دي متكون من ايه، سمبل سكويمس ابيزيليوم، بنسميه ايه بقى، بنسميها كورنيال اندوزيليوم. يعني ايه بيزيليا من ناحيه بره على الكورنيا من بره، طب اندو ناحيه جوه، ناحيه العين من جوه يعني. فده هو كورنيال ايبيزيليا، باومنس ميمبرين، سبستانشيا بروبيا، بعد كده في ديسمت ميمبرين وكورنيال اندوزيليا. احفظوها كده وخلاص، وحتى لو ما ذكرتهاش احفظوا الحاجات دي، ولما تذكروها بقى هتفهموا كل حاجه. نفس النقطه بالظبط، كومن كام طبقه، ده الكومنت كومن خمس طبقات. هي شكل العين من بره، طب شكلها من هنا هو ايه، شكلها واضح اهوت، ادي شايفين الايبيزيليا ما هو كذا طبقه، ده استراتيفايز كومس ابيزيليوم ولكنه نون كيراتينايز، ما فيهوش كيراتين، مهم جدا ما فيش كيراتين. زي ما انتم شايفين عيننا شفافه من قدام، يعني الحته اللي قدام شفافه. بعد كده تاني حاجه طبقه الكونكتيف تيشو فايبرز، هي كلها ايه، خطوط معرجه، خطوط معرجه اهي، كونكتيف تيشو كبيره اهيت. بعد كده لقيت ايه، في طبقه برضو ايه، خلايا جوه كده بس رفيعه لانها سيمبل، طبقه واحده اهو، كومن خمس طبقات زي ما قلت لكم. بعد كده كورنيال ابيزيليوم اهو نون كيراتينايزد، مفيهوش كيراتين، استراتيفايد كومس ابيزيليوم. طب كم كومن كام طبقه، خمس لسبع طبقات. بعد كده ليرز اوف سيلز، بعد كده كورنيال اندوزيليوم ده سمبل كومس ابيزيليوم اللي هو طبقه واحده بس يعني. ادي اهوت نفس الصوره اهوت، دي الصوره بتاعت التوضيحيه، مش هقول لك عاده اهوت كذا طبقه حوالي خمس لسبع طبقات، يبقى دي ايه، كورنيال ابيزيليوم استراتيفايد كومس نون كيراتينايزد ابيزيليوم مفيش كيراتين. اللي بعدها على طول مين، باومنس ميمبرين رفيع خالص كده. بعد كده ايه، سبستانشيا بروبريا او ايه، او الستروما بتكون من ايه، من كونكتيف تيشو فايبرز اهو، من خطوط اهوت، وفي النص ايه، في فايبر بلاسس اللي هي بتفرز اصلا الكونكتيف تيشو ده، اللي هي بتطلع الكونكتيف تيشو. ودي بعد كده في الخط الرفيع ده مين، ديسمنت ميمبرين، ديسمنت ميمبرين اخر خط خالص بقى ده ايه، دي اللي هي الكورنيال اندوزيليوم، بتبقى سمبل سكومس ابيليوم رفيعه خالص. ده نفس الصوره اهيت، نفس الصوره اهوت هنا، ده كده الناحيه اللي هو تخين ده، ده الايه، استراتيفايز كومس ناس كراتينايز ابيزيليوم هو كورنيال ابيزيليوم. بعد كده في باومنس ميمبرين خط رفيع مش شايفينه هنا. بعد كده في ده الخطوط المعرجه دي كونكتيف تيشو وسبستانشيا بروبري او استروما. بعد كده في خط رفيع هنا ديسمنت ميمبرين، اخر حاجه بقى خط اللي هو الخلايا الصغيره خالص دي اللي هي سمبلس كومس ابيزيليوم اللي هو كورنيال اندوزيليوم. ده كده كورنيا وسهله واضحه يعني، ما فيهاش اي حاجه. ادي اهوت دي ده كده الاستراتيفايز كومس كراتينايز ابيزيليوم. بعد كده كونكتيف تيشو، بعد كده في هنا كورنيال اندوزيليوم باين هنا اهو، في هنا باومنس ميمبرين تحت ده، في هنا ديسمنت ميمبرين تحت ده يعني او فوقه يعني هنا اهو، وشايفين الخلايا الرفيعه دي خط واحد بس من الخلايا هنا بس، شوفي ايه يعني هنا الواضحه قوي كذا خليه فوق بعض لانه ستراتيفايد. نفس الصوره اهي لو جالكم مثلا بيانات عليها او حاجه. اخر حاجه خالص بقى مين، الاي بول في الريتنا بقى، جزء الريتنا، الريتنا ادي برضه نفس الحكايه من بره، شكلها نفس الشكل من بره، بس لما اجي هبص على الميكروسكوب بتبقى فيكسد على حته معينه، يعني مثلا ما تحركش بقى لزميلك اللي بعدك ولا الكلام ده، لا انت بتبص تحت الميكروسكوب ما تحركش اي حاجه علشان ما تروحش على حته تانية. هو قصده انت، هو عاوز يوريك الريتنا تحت الميكروسكوب، بس هي من بره نفس الشكل عادي. بتتكون من ايه الريتنا بقى، ضعف عدد طبقات الكورنيا، 10 طبقات، 10 طبقات من الريتنا. طب انا عاوز اوريكم بقى ايه الاول بيتكون ازاي 10 طبقات دول، هشرحها لكم سريعا. اول حاجه احنا عندنا في حاجه، اول طبقه في الريتنا اسمها ايه، ريتينال بيجمنتد ابيزيليوم. الريتينال بيجمنتد ابيزيليوم دي بتتكون من خلايا مكعبيه، كيوبيكال سيلز، كيوبيكال ابيزيليوم اهو، كيوبيكال ابيزيليوم اهو. بعد كده دي اول طبقه. في عندنا تاني حاجه، في حاجه اسمها الروز والكونز، الروز والكونز اللي انتوا عارفينهم اللي هم الفوتو ريسبتورز، اسمها لير كونز اند روز اند كونز. فيها الاوتر سيجمنت بتاعتها موجوده فين، موجوده في تاني طبقه هنا اهو، تاني طبقه روز اند كونز. بعد كده تالت طبقة، تالت طبقة اسمها ايه، اوتر نيوكليار لير. ايه الاوتر نيوكليار لير دي، بتتكون من ايه، بتتكون من النيوكلياي بتاعة الرودز والكونز، اسمها نيوكليار يبقى قواها نيوكلياي، اهي دي النيوكلياي بتاعة الرودز اند كونز. بعد كده الطبقة اللي بعدها اسمها ايه، اوتر بليكسي فورم لير. الاوتر بليكسي فورم لير دي بتتكون من ايه، اسمها بليكسي فورم يعني شبكة، بتجواها جواها شبكات، يعني ايه شبكة يعني ساينابسس، جواها ساينابسس. ساينابسس ما بين ايه وايه، اول حاجة ما بين اللي هي بتاعت الرودز والكونز اهي، بتاعت هنا اهي الاكزونز بتاعت الرودز والكونز. تاني حاجة الاكزونز بتاعت حاجة اسمها بايبولار سيل والاماكراين سيل وهوريزونتال سيل، في ساينابس هنا كده عشان كده سموها بليكسي فورم شبكة.
بعد كده الطبقه اللي بعدها، مش احنا خدنا اوبشن نيوكليير، يبقى خلاص انر نيوكليير. انر نيوكليير بقى بتتكون من الخلايا بقى اللي هي الانويه، يعني النيوكلياي بتاعت مين؟ بتاعت البايبولر اللي هي لها دراعين، والهورزونتال والاماكراين، تمام؟ اللي هم دي الهورزونتال اهي، ودي كده الاماكراين برضو بتبقى موجوده يعني، هي بس دي صوره عاديه يعني. بعد كده ده كان ايه؟ نيوكليير. مش احنا خدنا اوتر بليكسي فورم، يبقى خلاص في انر بليكسي فورم. انر بليكسي فورم ليه؟ هي بتكون برضو من سينابسس ما بين ايه بقى؟ ما بين البايبولر والاماكراين والهورزونتال، مع مين؟ مع الجانجليون سيلير، حاجه اسمها جانجليون سيل، جانجليون سيلز، جانجليون سيلز اللي هي دي كده. بعد كده الطبقه اللي بعدها بقى في ايه؟ حاجه اسمها جانجليون سيلير، لانها جواها جانجليون سيل بس، النيوكلوي بتاع الجانجليون سيل. بعد كده في طبقه كمان دي الاكزونز بتاعه الجانجليون سيل، اسمها ايه؟ نيرف فايبر لير. ليه بقى اسمها نيرف فايبر لير؟ لانها بتكون النيرف فايبرز بتاعه الاوبتيك نيرف، هي اللي بتكونها، بتجمع مع بعضها لحد ما تكون الاوبتيك نيرف. هنا هي دي اسمها ايه؟ نيرف فايبر لير. في عندنا طبقتين كمان، حاجه اسمها اوتر ليميتنج ميمبرين وانر ليميتنج ميمبرين. اول حاجه الاوتر ليميتنج ميمبرين موجود هنا كده، الحته دي كده، الحته دي. طب الانر ليميتنج ميمبرين موجود هنا كده، ده يعني الاوتر ليميتنج ميمبرين موجود بعد اللير اوف رودز اند كونز على طول. بيتكون من ايه الاوتر ليميتنج ميمبرين؟ هو هل هو ميمبرين؟ لا هو مش ميمبرين، هو عباره عن جانكشنز ما بين حاجه اسمها خليه اسمها المولر سيل. المولر سيل هي شايفين دي مولر سيل، ليها دراع طويله فوق، ليها دراع طويله تحت. الدراع الطويله اللي هي ناحيه بره دي كده بتعمل جانكشن مع اللي جنبها، في واحده كمان بتعمل جانكشن مع اللي جنبها، جانكشن مع اللي جنبها، لحد ما يعملوا حاجه عامله زي ميمبرين. طب الانر ليميتنج ميمبرين نفس الحاجه برضو، هو بيعمل جانكشن مع اللي جنبها، جانكشن مع اللي جنبها، لحد ما يعمل ايه؟ انر ليميتنج ميمبرين. يبقى ده كده ايه؟ ده كده تركيب الريتنا طبعا من ايه؟ من بره لجوه. الريتنا طبعا احنا عارفين الريتنا هي اكتر طبقه جوه فين؟ في العين، هي الطبقه الداخليه بعد اليوفيال تونيك. بعد كده الناحيه بره مين؟ كونيوس كليرا، هي ناحيه الطبقه الداخليه. فانا شفت من بره لجوه من اول هنا كده لحد فوق. هنشوف بقى على الشكل ده اهوت، ادي اهوت، دي كده دي طبقه، الطبقه دي الكرويد دي تبع مين؟ تبع اليوفيال تونيك، يعني تبع الطبقه الثانيه. بعد كده هبص اهو من بره لجوه، في اهو كيوبيكال سيلز اهيت، ريتنال بيجمنت ابيزيليوم، هلاقي فيه دي كده عامله فعلا زي سيجمنتس كده، دي سيجمنتس اهو، انر سيجمنت اوتر سيجمنت اهوت، وانر سيجمنت اهو بتاع مين دول؟ دي كده اسمها فوتوروسيبتور لير، او بنسميها لير اوف رونز اند كونز، جواها السيجمنت بتاعت الرونز اند كونز هنا، دول الاثنين دول. بعد كده في كمان لير اللي هي اسمها ايه؟ اوتر نيوكليير لير، مكون من النيوكلاي بتاعت الرز والكونز. بعد كده في الطبقه دي مكون من فايبرز اهو، يعني بصوا اللي هي حاجات كل ما تلاقوا في حاجات غامقه ومكوره كده دي نيوكلاي. طب لقيت في حاجات فيه خطوط كده، لا دي معناها بليكسي فورم، معناها ايه؟ فايبرز عامله سينابسس اهو، دي اوتر بليكسي فورم ما بين الاكزونز بتاعت الرز والكونز، ومين تاني؟ ما بين الخلايا الطبقه اللي بعدها مين؟ اللي هي البايبولر اماكراين والهورزونتال. بعد كده في لير اللي بعدها انر نيوكليير، الانر نيوكليير دي جواها النيوكلي بتاع البابور او كراين والهورنتل. الخلايا اللي بعدها انر بليكسي فورم، نفس السينس ما بينهم كلهم، يعني ما بين اللي هو الايه، ما بين الخلايا دي وما بين الجانجليون سيل، ودي جانجليون سيل لير. بعد كده ثاني في برضو طبقه هنا كده عامله زي برضو خطوط، بس مش بالطول بقى، بالعرض، اسمها ايه؟ نيرف فايبر لير. وقلنا في حاجه اسمها اوتر ليميتنج ميمبرين وانر ليميتنج ميمبرين. اوتر موجود هنا كده، الحته دي كده، ده كده اوتر ليميتنج ميمبرين. طب انر ليميتنج ميمبرين موجود هنا كده، يبقى اوتر ليميتنج ميمبرين انر ليميتنج ميمبرين، تاخدهم الترتيب كده اهو. يبقى قلنا اهو الطبقات بتاعتها نفس اهو، هي دي انا كاتباكوا في الكومنت الطبقات، اصلا طبقاتها دي مش واضحه قوي، بس هنقول يعني الطبقات من هو من بره هنا مثلا، من بره لجوه، من بره من ناحيه بره ناحيه جوه. اول حاجه هنا كده اسمها ايه؟ اللي هي مثلا محمد في كيوبيكال ابزيم، دي اللي هي بيجمنت سيل لير. تاني طبقه عندنا اللير اوف رود اند كونز. بعد كده تالت طبقه في اسمها اللي هي اوتر ليميت ميمبرين، في اوتر ليميت ميمبرين. بعد كده اوتر نيوكليير لير، بعد كده اوتر نيوكليير لير في بليكسي فورم اللي هي اوتر بليكسي فورم لير. بعد كده نيوكلياي الانر نيوكليير لير، بعد كده الاوتر انر بليكسي فورم لير قصدي. بعد كده اللي بعدها في جانجليون سيل لير، اللي هي دي بتبقى فيها فراغات، دي بتبقى اكتر جانجليون سيل. بعد كده اخر طبقه مين؟ اخر طبقه في نير فايبر ليه. بعد كده اخر طبقه خالص الانر ليميتنج ميمبرين، نفس الحاجه هنا، نفس الحاجه اهيت. بتشوفوا الحاجات اهي اهي، تعرفوها ازاي؟ هنا مثلا اول حاجه من هنا كده الير اوف رود اند كونز اهيت، حاجات كده رفيعه هي. بصوا تعرفوا ازاي بقى دي ناحيه جوه ناحيه بره؟ شايفين دي كده الخليه دي اللي هي الجانجليون سيل عامله ازاي؟ تحسوها خليه ماشي، وحوالينها فراغ، خليه وحوالينها فراغ، دي تبقى واضحه قوي يعني، وهي نوع من الخليه واحد بس.
فهو ايه دي اول حاجه لير فود اند كونز. بعد كده هنا اوتر نيوكليير لير، بعد كده اوتر بليكسي فورم، انر نيوكليير، انر بليكسي فورم. دي اوتر بليكسي فورم صغيره قوي رفيعه قوي كده مش عارفه ايه. بعد كده جينيوسي لير، هي نفس الحاجه دي. بس هو طبعا ايه هجيلكوا واضحه ان شاء الله، يعني مش هجيلكوا اقولوا دي ايه او دي ايه. هو اهم حاجه بس تكتبوا اسم ال اللي في الكومنت يعني عدد الطبقات واسم الطبقات. ممكن يسألك مثلا ايه في اللير دي فيها ايه، خلايا ايه بالظبط، نقطها لكم قلت لكم فيها ايه من اسمها اصلا. يعني يبقى كده اهوت الحمد لله خلصنا الاي كلها، خلصنا كل الحمد لله عامل اهوت خلاص. انا اصلا والله تعبت يعني، بس عاوزه بس ناخد بس اختبار بسيط كده على اللي احنا خدناه ونشوف هنقول ايه في كل حاجه. يعني اول ما نشوفها اول مره، ده اول ما شفته ايه، ده طبعا ده سيربيلم. شفت اهو سيربيلا الفوليا، وقلنا بتكون من اوتر السيربيلا فوليا بتكون من اوتر كورتكس اللي هي الجري مطر، وانر المظله اللي هي الوايت مطر، وهوصف بقى طبعا الكورتكس اللي هي بتكون من 3 ليرز اللي هي موليكولار والبركنجي سيل والجرانيولار. واضحه خالص هي الايه السيربيلم، ادي نفس الحكايه هي دي ادي السيربيلم اهوت الفوليا دي طبعا ايه السيربيلر كورتكس بالاتش اند اي. بوريكم اللي هو الايه بتاع اهوت، قلنا اهو شايفين الخلايا بتاعت بركنجي واضحه جدا اهوت، هي طبقه واحده كده واللي هي الجرانيولر محببه. الصوره ايه بس الصوره شايفين ايدي بقى، دي شايفين اهوت دي اول حاجه. هنبص على مين، على البوستيرور انتيرور هون وبوستيرور هون. انا شايفاهم كده، انا الناس شايفاهم الاثنين تخين، فالاثنين تخان والبوستيرو الاثنين هو تبرر لبعضهم وتخان، والوايت مطر الوايت مطر اقل من الجري مطر، يبقى خلاص دي انا شايفاها ان هي لامبر سيجمنت يعني طبعا ايه سيلفر، يبقى سباينال كورد لامبر سيجمنت سيلفر. هنا نفس الصوره، هنا بقى اول حاجه هي شبهها شكلها بيضاوي شويه وفيها فتحه بيضاوي او مثلا قلب شويه، بس هي قلب بس فيها فتحه في النص. يعني معناها ايه، ان معناها دي ايه، معناها ان هي كلوز مظله لانها فيها سنترال كانال فتحه اللي في النص البيضه دي. طب هي طب هي بقى كلوز مظله مصبوغه بايه بالسيلفر، طب هي هل هي موتور ديكاستيشن ولا سنسوري؟ طبعا دي سنسوري لان الموتور لها شكل معين، فدي سنسوري ديكاستيشن. ادي هو دي، لا انا شايفه دي فتحه كبيره كده عامله زي الفراشه او الورده، فتحه باين ان هي فتحه على فراغ او كده. تبقى دي ايه، دي هنفكر في حاجتين، الفتحه على فراغ دي يا اما اللهم صل على محمد بونز، يا اما مين، يا اما كلوز مظله الاوبن مظله. فبس الفورس البونز فيها، لا فيها حاجه داخله جواها، فدي لا دي هتبقى الاوبن مظله. الصور دي برضو دي اهوت بص عليها لقيتها عامله زي القرنبيطه، لقيت بس لقيت فتحه في النص، فتحه من النص دي بتاعت ايه، دي بتاع السيربر اكودكت. السيربر اكودكت دي على شكلها عامل ازاي، ازاي عامله زي مفتاح، فالمفتاح بيفتح لفوق، فدي كده اول حاجه ان هي عامله زي الكومبايا، يبقى ميبرين طبعا سيلفر ستين. طب ايه الليفل بتاعها، الليفل بتاعها سوبير كلوكولاي اللي هي سوبيرو ليفل. دي بصيت على دي اول حاجه نفسها عامله زي الكومبايا او زي التفاحه. طب السيربر اكودكت فيها عامله ازاي، عامله زي الدمعه، فدي كده ايه ميد برين انفيرور ليفل سيلفر ستين. طب ده بقى ايه، دي حاجه طبعا فاتحه على فاتحه على حاجه وفيها حته كده عامله زي الشجره اللي هي حته من السيربيلم، يبقى معناها ايه، معناها ان دي فاتحه على فورس فينتريكل، يبقى دي بونز طبعا اتش ان دي، ما دام حته معاها حته من السيربيلم دي بين اكتر ان هي الايه البونز. طب دي مكتوب عليها اصلا اهي، قلنا فاتحه على مين، فاتحه على حاجه مفيش فتحه في النص، يبقى على طول مين وسيلفر ستين، يبقى مفيش حاجه موجوده في النص بتاعها، مفيش حاجه داخله جواها، يبقى ام ضل. ادي نفس الحكايه، دي في فتحه في النص اهيت، و اتش اند اي يبقى خلاص كلوزد مظله جواها سنترال كانال. هي طب ليه ما قلناش مثلا ان هي جواها سنترال كانال، حاجه من السباينال كورد ما لهاش نفس شكل السباينال كورد. طب الفتحه دي بقى، لا دي عندنا فتحه على حاجه وما فيهاش سنترال كانال، يبقى خلاص ايه اوبن مظله، عامله شكلها بيضاء، شكلها زي القلب شويه، زي شكلها القلب مش بيضاوي قوي، يعني مثلا دي بيضاويه هي بيضاويه وفيها فتحه في النص، امال دي شكلها زي القلب اكتر وما فيهاش فتحه في النص، يبقى خلاص دي اوبن مظله بس اتش ان دي. طب دي دي برضو دي فتحه، هو فتحه على حاجه ما فيش فتحه في النص، يبقى دي خلاص اوبن مظله،
مفيش نقطة في النص يعني. دي بقى خلاص دي واضحة جدا، الشجرة على طول دي ايه، هقوم ببص لها دي كلوزد مظلة، مفيش لان مش فاتحة على حاجة. تاني حاجة سيلفر ستين، تالت حاجة موتو ديكاستيشن ما دام اللي فيها الشجرة دي. طب دي عندنا شكلها قريب من القلب شويه او بيضاوي شويه، في فتحه في النص اهم حاجه، يبقى دي ايه، دي على طول كلوز نضله. طب طبعا سيرفر ستين. طب هي موتور ولا سنسوري؟ طبعا ما دام مش شكل الشجره يبقى سنسوري. طب دي بقى لا، دي فتحه على، ما احنا فتحه على حاجه، مفيش فتحه في النص، يبقى ايه، يبقى اوبن مضله، دي شجره كلوز مضله موتور ديكاستيشن، موتور ديكاستيشن ادي هو اوبن مضله سبب التعاد. طب ايه بقى دي، دي عندي بصيت على البوستيرور هون لقيته ان هو اتير هون لقيته تخين، البوستيرور هون لقيته رفيع وبينتهي برفع، شايفين الرفع اللي بينتهي بيه ده، بينتهي برفع ده، يبقى خلاص دي ايه، ده كده سيرفايكل. لما بنبص من النظره الاولى سيرفايكل سباين اتش ان دي. طب دي نفس الحكايه، بصيت على البوستيرور اتير هون تخين، طب البوستيرور هون رفيع، يبقى خلاص دي ايه، دي سيرفايكل سباين كورد، سيرفايكل سيجمنت اتش سيلفر، سيلفر دي سيلفر، نفس الحاجه هو بس ايه، اتش اند اي بتاع البوستيرور هورن رفيع والانتيرور هورن تخين، دي نفس الصور ادي هو. بصيت لقيت فيه اتنين هورن تخين، اتنين هورن رفيعين، يبقى خلاص دي ايه، دي سيرفايكل على طول. نفس الصوره ادي هو، بصيت على فيه لقيت اتنين هورن تخين، لقيت اتنين هورن رفيعين، يبقى خلاص دي ايه، سيرفايكل اتش اند اي. دي برضو بس مش واضحه قوي، اهي اتنين تخانة همت واتنين رفيعين. دي بقى، طب دي عندنا لقيت حرف ايه، في الاتنين رفيعين اهو، الاتنين رفيعين اهوت، والبوستير ودايفرجن بعيد عن بعض كده، دي معناها ثوراسك. نفس الحاجة اتنين رفيعين ومواية مطر، شوف كبيرة ازاي، ادي الاتنين رفيعين والبوستير هون دايفرجن بعيد عن بعض، دي طبعا دي سيلفر، دي برضو سيلفر، يبقى دي سيلفر برضو، ادي هو حرف، شايفين هو حرف الاتش رفيعه خالص اهيت، فدي برضو ثوراسك، دي مش باينه قوي فين، ادي هو دي برضو حرف الاتش ورفيعين خالص كده، يبقى دي ثوراسك طبعا اتش ان دي، دي برضو حرف الاتش رفيعين خالص اتش، ولكن هي سيلفر. دول بقى ايه، انا بصيت لقيت الانتيرو هون بصير هي اتنين تخان جدا، روايه مطر مش باينه قوي، يبقى خلاص دي مين، دي على طول لمبر، ادي اللمبر اهو، شايفين واضحه عامله ازاي، دي هون وبصير هون الاثنين تخان جدا، ادي اهو دي لمبر برضو، ولكن دي ايه، دي سيلفر، دي اتش ان دي اهو، دي بتبقى على فكره بتشوفوها، بتشوفوا وايت ماتر قوي يعني، بتحسوا وايت ماتر مش موجوده اصلا هنا اهو، بس مش واضحه برضو قوي يعني، دي مش هي مش واضحه قوي. بعد كده ده ايه بقى، ده اللي هو النيرف ترانك، وبيكون من نيرف باندلز، وباندلز بيكون من نيرف فايبرز، والكلام ده كله ادي اهي، دي كده ايه، دي كده نيرف ترانك حوالينه من بره ايه، بيرينيوريوم، بعد كده كل بيكون من نيرف باندلز، كل باندل حواليها بيرينيوريوم، كل فايبر جواه حواليه اندونيوريوم، ادي اهو بيوريك الاوزميك اسيد اللي هو نيرف ترانك، الاوزميك اسيد دهوت اللي هو الدوائر السوداء دي اللي هي ماينين شيس، وفي النص الابيض ده ايه، ده اللي هو النيرف فايبر، ادي اهو دي النيرف فايبرز بالاوزميك اسيد، الاير بيننا واضحه جدا اهوت، في خطين، خط هنا وخط هنا، في النص كارتج، الخطين دول ده سكن، ادي السكن اللي بقى فوق وسكن تحت، في النص كارتج، الاير بيننا طبعا، الاي بول من بره دي على كل على بره، بيتكون من ثري تونكس اللي هو الكونيوس كليرال، بعد كده يوفيال، بعد كده الريتنال، دي بقى ايد الكورنيا، ادي هو ده الكورنيا الابيزيليوم، الناحيه جوه كورنيا الاندوزيليوم، بعد كده في النص ده ايه، كونكتشو ايه اللي هو سبستيشن بروبري او ستروما. طب تحت الابيزيليوم في اسمه ايه، باموس ممبرين، طب تحت الاندوزيليوم في ديسمنت ممبرين، ادي شكل الكورنيا برضو، دي بقى ايه الريتنا، لما لقيت الكور دي كلها اللي هي حاجات الخلايا دي كلها، دي بقى انها دي الريتنا، وطبقاتها 10 طبقات زي ما احنا قلنا، ودي طبقاتها هي تحفظوها وتعرفوا شكل كل واحده، طبعا الدوائر نيوكلياي، طب الخطوط فايبرز او بليكس فورم، يعني بليكس فورم اللي هي فايبرز عامله نفس مع بعضها نفس الريتنا ده، او دي السيربرال كورتكس بقى، احنا عارفين ملهاش الا الصوره دي اصلا، بتتكون من 6 طبقات اللي هو اول اتنين اول واحده واخر واحده بحرف الام موليكولار و مالتي فورم، بعد كده في ايه، في اتنين جرانيولار اينر واتنين اوتر قصدي، بعد كده اتنين جرانيولار ايه، اتنين لا في اتنين جرانيولار واتنين بيراميدال، في عندنا اوتر جرانيولار، بعد كده اوتر بيراميدال، بعد كده انر جرانيولار، اينر بيراميدال،
دي الصور دي عمرها ما تيجي يعني، الصور دي خالص عمرها ما تيجي. بس انا اوريكم بس الحاجات دي، الحاجات اهي دي كده قربنا. دي طبعا شايفين اهو السربيلا بيكون سربيلا فوليا. دي ايه؟ النيرف ترانك بالأزمك اسيد، نيرف ترانك ولكن اتش ان دي اي. ده هو شايفين حرف الاتش، حرف الاتش هو الانتيرو هورن، ادي بوستيرو هورن، يبقى خلاص دي ايه؟ دي على طول ثراسك. نفس الحكايه، اتيرو هورن ادي بوستيرو هورن ثراسك، ولكن دي اتش ان دي. دي كانت ايه؟ دي كانت سيلفر، الاتنين قد بعض، الانتيرو هورن ادي بوستيرو هورن. دي بقى لا، انتيرو هورن بوستيرو هورن الاتنين تخان، دي على طول ايه؟ لمبر، اتنين تخان جدا اهم. دي طبعا ايه؟ اتش ان دي، دي اتش ان دي. دي بقى لا، عندك الانتيرو هورن اتخن من البوستيرو هورن، في حته فين الرفع ده، الرفع اللي بيروح ايه ده، ده كده ايه؟ دي معناها سيرفايكال. هنا برضه نفس الحكايه، انتيرو هورن اهو تخين، بوستيرو هورن رفيعين، معناها ايه؟ سيرفايكال برضه. انتيرو هورن تخين وبوستيرو هورن رفيعين، سيرفايكال. دي بقى ايه؟ فاكرين الدمعه؟ الدمعه هي شفت الدمعه خلاص، يبقى دي ايه؟ ميد برين. سيرفر ستين انفيرو ليفل، المفتاح ميد برين سوبيرو ليفل سيرفر ستين. دي بقى ايه؟ دي برضو، دي برضو كانت موجوده في الفيديوهات. دي الشجره، شكل الشجره، شايفين الشجره الفوليا بتقوم، دي برضو بتاعت مين؟ سربيلم. الشجره اهي اللي هي اللي بره دي، قلنا الكورتكس اللي هي الجري ماتر، بتبقى اللي جوه الابيض الوايت ماتر، اللي فاتح الفاتح ده الوايت ماتر. في حاجات اهي نفس الصور بس كده. خلص خلصنا يعني العملي. ربنا يوفقكم ان شاء الله، ما تنسوش تدعوا لنا وتدعوا لاخواتنا في غزه وتدعوا لاخواتنا في السودان، اهم حاجه اخواتنا في غزه ربنا ينصر المقاومه ويثبت اقدامهم ويسدد رميهم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.